مساء الخير، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من مصر. النهاردة هنكمل معاكم استعراض لأهم المسلسلات والأعمال الدرامية اللي ارتبطنا بيها كمشاهدين في شهر رمضان. امبارح اتكلمنا مع وداد، اتكلمنا مع فتوح سواء جوري بكر او الفنان القدير فتوح احمد، ومسلسل جعفر العمده والكواليس وحاجات قالوها لنا لاول مره كنا الحقيقه نسمعها عن كواليس المسلسل. النهارده بنستمر مع حضراتكم في استعراض عدد من الاعمال الدراميه اللي تابعناهم خلال شهر رمضان واللي حققوا نجاح كبير جدا. واحد من هذه الاعمال كان مسلسل تحت الوصايا، ومسلسل تحت الوصايا من المسلسلات اللي كان ليها رسالة واضحة أو دقت ناقوس خطر أو بؤر ضوء كبيرة على مشكلة، وهي مشكلة الولاية المالية والولاية التعليمية على الأطفال أو القُصر بصفة عامة اللي بيموت أبوهم، وبالتالي الولاية بتكون للجد، ممكن تنتقل للعم، بعد كده بتيجي للأم، والمشاكل للأسف الشديد اللي بتلاقيها المرأة اللي بتربي أطفال أيتام، في إن هي سواء تنقلهم من مدرسة، تدفع مصاريف، تتعامل مع المجلس الحزبي، كل هذه الأمور وكل هذه المعضلات اللي جسدتها بمنتهى الروعة والبراعة النجمة منى زكي. وطبعا كل فريق العمل اللي كان معاها واللي كان ليهم دور في إظهار هذه القضية. النهارده إن شاء الله هيكون معانا عدد من أبطال والمبدعين اللي كانوا في المسلسل، والجماعة البحارة بقى، الجماعة أو البحرية زي ما عرفنا المصطلح ده في المسلسل، الحقيقة البحرية الجمال اللي تألقوا ونوروا بشكل كبير جدا في المسلسل واللي الناس ارتبطت بيهم. فالنهاردة هيكون معانا الفنانين أحمد عبد الحميد، الفنان محمد عبد العظيم، الفنان علي صبحي، والفنان حمدي هيكل، أسماء وشخصيات كلنا ارتبطنا بيهم في مسلسل تحت الوصاية. هيكونوا إن شاء الله معانا بعد شوية ونعرف التفاصيل ونعرف منهم الكواليس. كمان واحد من المسلسلات اللي كانت في رمضان وهو مسلسل جميلة، هي من المسلسلات اللي كان فيها إبداع وتكامل بشكل رائع. يعني القصة اللي تشدك، النسق بقى بتاع الدراما وهي بتتصاعد كده حلقة بعد التانية بعد التالتة، المسلسل بيشدك ليه حلقة بعد التانية عشان نشوف إيه حكاية القصة الغريبة دي. الراجل الأب الغني الثري المتعلم اللي كان في منصب يعني مرموق، يكتب فجأة ميراثه كله لبنت واحدة اللي هي جميلة، ويسيب ابنه وبنته التانيين، ونمشي بقى في سياق درامي ياخدك من مقلب لمشكلة لمفاجأة لغاية ما نلاقي نفسنا أمام مفاجأة كبرى بيفجرها هذا المسلسل. فريق عمل الحقيقة رائع جدا. النهاردة هيكون معانا النجم هاني عادل، هيكون معانا المؤلف الأستاذ أيمن سلامة، والمخرج الكبير الأستاذ سامي عبد العزيز، إن شاء الله هيكونوا معانا بعد دقايق في فقرة خاصة عشان نتكلم على مسلسل جميلة إن شاء الله بعد شوية. لكن حابب أقف مع حضراتكم سريعا على بعض الأخبار، واللي بكل تأكيد كل الأنظار بتتجه إلى السودان، بتتجه إلى استمرار عمليات إجلاء المصريين الموجودين في السودان وللمعاناة أهلنا للأسف الشديد في السودان بيمروا بيها. النهاردة شفنا الاشتباكات بتنتقل وتتسع دايرتها من الخرطوم، واللي بيحصل في الخرطوم شفنا النهاردة في كردفان، شفنا في دارفور، شفنا في الجنينة، شفنا في أقاليم وفي ولايات سودانية للأسف الشديد طالها النهاردة النزاع بشكل كبير جدا، رغم أن الهدنة اللي كانت 72 ساعة هتنتهي اليوم. واليوم أيضا يعني من ساعات قليلة أعلن الجيش السوداني أنه هو موافق على الطرح اللي كانت تقدمت بيه المنظمة الإقليمية المعنية بتنمية في شرق إفريقيا بين قوسين كده إيجاد، اللي كانوا بيقترحوا، كان جنوب السودان بيقترح امبارح، وسعى مع الطرفين سواء البرهان أو حمدتي لتمديد هذه الهدنة 72 ساعة إضافيا، وبالفعل الجيش السوداني قال أنا موافق على تمديد هذه الهدنة لأسباب إنسانية. الدول كلها بتسابق الزمن عشان تجلي وتخلي رعاياها. بريطانيا طبعا كانت قدمت بطلب أو باقتراح لتمديد هذه الهدنة، خصوصا أن أعداد القتلى حتى الآن يعني وفقا للمصادر الطبية السودانية قبل ما نطلع على هوا مع حضراتكم مباشرة، الأرقام تجاوزت 500
قتيل وأكثر من 5000 مصاب، في مخاطر كتيرة جدا تتعلق بخشية من انتشار الأمراض والأوبئة، لأن للأسف الشديد مياه الشرب النقية تقريبا أصبحت شبه معدومة حتى في العاصمة الخرطوم، مع انقطاع الكهرباء، مع نقص الإمدادات الخاصة بالوقود اللي بيستخدم في محطات تنقية المياه. فللأسف الشديد الناس هناك بقت تشرب مياه غير صالحة للشرب، في مخاطر من انتشار امراض زي الكوليرا. في الحقيقه وضع انساني، وضع صحي، وضع امني غايه في الخطوره. الجيش السوداني اعلن انه على استعداد لتمديد هذه الهدنه 72 ساعه اضافيا. السفارات بدات بالفعل ان هي، احنا امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم واعلنا البيان او نشرنا البيان اللي كانت اعلنته وزاره الخارجيه المصريه على اعاده التمركز للسفاره المصريه او للبعثه الدبلوماسيه المصريه في مكان اخر لم يسميه البيان داخل الأراضي السودانية، وإن قنصليتنا في بور السودان شغالة وفي وادي حلفة شغالة عشان تسهل إخراج المصريين وحتى غير المصريين. ولكن النهاردة يمكن القاهرة الإخبارية بينت أو أعلنت هذا الخبر من دقائق قليلة، زي ما حضراتكم شايفين إن السفارة البريطانية بتعلن بأن سفيرها لدى السودان غادر إلى أثيوبيا. يعني السفارة البريطانية في الخرطوم قفلت أبوابها والسفير طلع على أثيوبيا عشان يكمل الشغل من أثيوبيا، لأن الوضع في الخرطوم أصبح خارج عن السيطرة. لا تستطيع أي بعثة دبلوماسية أن هي تأدي دورها في ضوء هذه الاشتباكات اللي ما زالت مستمرة رغم الهدنة ال 72 ساعة اللي بتخلص هذه الأوقات، وكمان في 72 ساعة جاية. لكن للأسف يعني واضح أن مفيش التزام بهذه الهدنة. السفارة الألمانية بالقاهرة الحقيقة نجحت أن هي تجلي أكتر من 700 أو عفوا ألمانيا يعني قدرت أن هي تجلي أكتر من 700 شخص، وصفحة السفارة الألمانية بالقاهرة بتوجه الشكر لمصر. يعني قالوا نود أن نشكر كل من قدم المساعدة، خاصة شركائنا المصريين الذين جعلوا التحليق نحو السودان ممكن. الكل بيسابق الزمن. وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بيتصل بوزير الخارجية سامح شكري عشان يناقش معاه الوضع هناك، ايه اللي ممكن يتم التعاون المصري البريطاني في هذه القضية. بريطانيا بتولي السودان اهمية كبيرة جدا جدا في هذا الوقت، خصوصا اجلاء الرعاية وخلافه. شكا عزة طبعا وزير الخارجية على استشهاد مساعد الملحق الاداري المصري الاستاذ محمد الغراوي في الخرطوم يوم الاثنين اللي فات. كمان الحقيقة يعني اتناقشوا ايه اللي ممكن الدور او الدعم المصري مع الدعم البريطاني عشان اجلاء باقي الرعاية. وجه الشكر كمان لمصر على دورها في ان هي تعاونت مع المملكة المتحدة في جهود الاخلاء الناجحة اللي قامت بيها مصر وبريطانيا للرعاية، سواء من البريطانيين وغير البريطانيين. النهاردة بنشوف وزارة الخارجية بتعلن في بيان انها اجلت اكتر من 16,000 شخص، او يعني بنتكلم هنا على غير المصريين، او سمحت لهم بالدخول عبر معبر أرقين وقسطل المعبرين البريين مع السودان. دخل حوالي 16,000 شخص من غير الجنسية المصرية، بنتكلم على حوالي 14,000 شقيق من السودان دخلوا خلال الايام الاخيرة عن طريق المعبرين. 14,000 سوداني بالفعل دخلوا إلى داخل الحدود المصرية، في حوالي 2,000 آخرين أجانب بيمثلوا حوالي 50 دولة وأكثر من 6 منظمات دولية. مصر سهلت دخولهم إلى أراضيها برضو خلال الأيام الماضية، زي ما قال بيان وزارة الخارجية المصرية من دقائق قليلة. ولكن حتى الآن يبدو أن الوضع ما زال ضبابي، ما فيش حد عارف الأزمة دي قد تقول إلى إيه. كل العالم الحقيقة بينظر بعين من الترقب والحذر الشديد، لأن الأرقام، أرقام القتلى وأرقام المصابين والخسائر الاقتصادية، وربما خشية أن يمتد تأثير هذا إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني لدول الجوار، لدول الجوار المحيطة بالسودان، واللي طبعا من بينها مصر. الكل بيخشى امتداد هذه الدائرة من التأثيرات المباشرة إلى دول الجوار السوداني.
على الرغم من سريان الهدنة الأخيرة بين طرفي الصراع المسلح في السودان بين الجيش السوداني من ناحية وميليشيا الدعم السريع المتمردة من ناحية أخرى والتي تستمر ل 72 ساعة، إلا أن العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى تشهد اشتباكات متقطعة، وألقى كل طرف الاتهامات على الآخر بالمسؤولية عن خرق تلك الهدنة. وقال بيان صادر عن القيادة العامة السودانية إنه قد تم رصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها الميليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح أمس، والتي تتمثل في استمرار التحركات العسكرية لقوات الدعم السريع داخل وخارج العاصمة، والتي أكدت بدورها تقديمها للعديد من التسهيلات التي تمكن الجاليات والبعثات الأجنبية من مغادرة البلاد بسلام، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه دول العالم إجلاء رعاياها على مدار الساعة. هذا وأثر الاقتتال الداخلي بين طرفي النزاع على مجريات الحياة العامة والإنسانية في السودان، حيث تشهد الأسواق السودانية نقصا حادا في السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين مع ارتفاع متسارع في الأسعار. وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من نقص الغذاء والماء والأدوية والوقود والكهرباء، ليعيش شعب السودان الشقيق أوضاعا إنسانية صعبة، وسط تقارير متتالية تفيد بحدوث عمليات نهب واسعة النطاق للإمدادات الإنسانية والمخازن. وكانت نقابة أطباء السودان قد أعلنت توقف أكثر من 70 مستشفى متاخمة لمناطق الاشتباكات عن الخدمة نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات والتيارين المائي والكهربائي. من مصر، طارق أحمد. برحب بسيادة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. سيادة العميد خالد، مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك استاذ عمرو والمشاهدين جميعا. الله يخلي حضرتك. شايف ازاي التطورات الاخيرة، وازاي برضو المركز عندكم شايف سيادة العميد خالد فكرة الخشية من التأثيرات للأزمة السودانية على المحيط، على دول الجوار وخصوصا مصر؟ يعني الحقيقة المشهد وكما جاء في تقريركم المميز الحقيقة يعني أكثر ما يقلقنا، وده يعني ربما مصر كلها بتشاركنا فيه الحقيقة، هي مسألة التداعيات اللي بتقع على الجانب الإنساني للشعب السوداني. التداعيات الخدمات الأساسية النهاردة أصبح الشعب السوداني في مأزق كبير، لا يمكن انتظار من هذه الفوضى المسلحة أن تنتج سوى مزيد من الأعباء والتحديات على الداخل السوداني وعلى الشعب السوداني. الحديث حول شبه انهيار للمؤسسة الصحية السودانية بشكل كبير وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للشعب السوداني، أيضا الماء الكهرباء، يعني بنتكلم على الخدمات الأساسية، شلل كامل في الأسواق، السلع الأساسية والأطعمة والأغذية في نقص كبير جدا. هذا الامر الحقيقه هو اللي من يعني اكثر الامور اسراعا بالتاثير على دول الجوار والى المحيط، لان هو ده اللي بيتسبب في عمليات النزوح اللي احنا بنتابعها بقالنا ايام. صح. منذ ايام وبدا الشعب السوداني تحت وطأة هذا النقص الحاد في الخدمات الاساسيه تلقائيا ان هو يعمل عمليات نزوح داخليه كبيره جدا، وأيضا نزوح إلى دول الجوار. وأعتقد وسائل الإعلام المصرية وكثير من الوسائل الإعلام العربية والدولية نقلت حجم الاستقبال اللي أولته الدولة المصرية إلى الأشقاء في السودان على المعابر ومن خلال الجسور الجوية اللي الدولة المصرية سيرتها خلال الأيام الماضية من أجل تقديم يد العون للأشقاء في السودان. ده أكبر التحديات الحقيقة اللي بتواجهها دول الجوار واللي مصر في مقدمتها. لو بصينا للأعداد يعني هذا الأمر ليس مجال للتفاخر، لكنه سبق كبير جدا عندما تتحدث الدولة المصرية عن استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية من السودان حتى الآن. رقم استثنائي، رقم كبير، رقم لم يحقق في أي من دول الجوار، يعني الأرقام لا تكذب كما نقول. ودي ابرز التحديات الحقيقه. المشهد العام
زي ما هو منفلت على المستوى الأمني وعلى مستوى التهديدات، لكنه ضاغط أيضا على مستوى الأعباء الإنسانية والأعباء الاقتصادية وتقديم يد المعونة لهؤلاء النازحين في ظل هذا الوضع السائل على المستوى الأمني. طيب سيادة العميد، النهاردة بدأ يظهر في الأفق لاعب جديد في المعادلة. احنا من اول يوم بقى 13 يوم بنتكلم على محمد حمدان دجلو، بنتكلم على عبد الفتاح البرهان، بنتكلم على الازمه ما بين القوات المسلحه السودانيه وميليشيات الدعم. النهارده بدا ورقه جديده تنزل الملعب، بدا لاعب جديد ينزل الملعب، وهي جماعه الاخوان اللي كانت عصب النظام السابق في الخرطوم بدات تلعب النهارده، وبدات النهارده يكون في حديث كبير جدا عن دورهم في هذه الازمه ومحاوله شغل الفراغ. يعني نقطة في غاية الأهمية، ودعني أوصفها يا أستاذ عمرو بعد إذنك بأنها أبرز التداعيات لهذا المشهد، أن تنقلب حالة السيولة الأمنية إلى حالة من الفوضى المسلحة. نتذكر عملية اقتحام السجون في الدولة المصرية، تمام، وتهريب المساجين وتهريب جماعات قيادات الإخوان وقيادات الجماعات الإرهابية، وده اللي حصل هناك الأربع أيام اللي فاتوا بالضبط. والحقيقة يعني يتم استنساخ هذه التجربة السيئة والسلبية في داخل السودان، وتقوم ميليشيا الدعم السريع بالهجوم على أقسام الشرطة أيضا وعلى السجون، وتقوم بإرهاب كل أفراد الحراسة بل والاشتباك معهم وإيقاع عصابات فيهم من أجل نزول هذا اللاعب الجديد وهذا الطرف الثالث الجديد اللي بقالنا يومين بنتابع صحيح. المحللين السودانيين وهم على كافة المنصات الإعلامية وهم بيتحدثوا بخشية كبيرة جدا على أن هذا اللاعب الثالث الجديد قادر على خلط مزيد من الأوراق، على فرض مزيد من التحديات على المشهد المأزوم بالأساس. ودعني أقول لحضرتك أن النهاردة كمان يعني منذ ساعات في مساء الخميس اليوم أصبح هناك متغير رابع في المشهد، وهو عملية الاقتتال اللي بتجري في دارفور. مظبوط. الاقتتال صحيح. القبلي والإثني في الجنينة تحديدا وفي الأحياء هناك حصل النهاردة قتال جديد بقى، ده كمان جديد يعني ده جديد أيضا. لما مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا كان في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحقيقة بتذكر كلماته بدقة وهو يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النيران تحسبا من تداعي المشهد إلى ما لا يحمد عقباه. للأسف الشديد بالأمس اقتحام السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان اللي قامت عليهم الثورة السودانية، النهاردة بنشهد تفاقم جديد وهو الاقتتال ما بين القبائل وما بين الإثنيات وما بين الأعراق في ظل هذه السيولة وهذا الانشغال للجيش السوداني بمعارك الخرطوم. يعني الحقيقه الرؤيه المصريه كانت رؤيه استشرافيه، حذر الرئيس السيسي من ان الاستمرار للاحتكام للقوه واستخدام السلاح لن يؤدي الا لمزيد من التداعي على معادله الامن السوداني. للاسف الشديد احنا بنواجه تحديين النهارده في 48 ساعه اخيرين من عمر هذه الازمه. نتمنى ان مشهد الهدنه او الوصول الى تثبيت هذه الهدنه ان هو يلقى يا رب قبول في الداخل السوداني، وان هو بالفعل يقف بسرعه عند حد هذه التداعيات ويتم احتوائها حتى لا نصل الى ما هو ابعد من ذلك. يا رب يا رب ان شاء الله. بشكر سيادتك شكرا جزيلا سياده العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. ونروح لمعبر ارقين، نروح نشوف تقرير النهارده لزميلنا محمد الجباس من هناك. ما زالت القصص تروى والحكايات للوافدين لم تتوقف، يأتون عبر منفذ أرقين البري على الحدود المصرية السودانية باحثين عن الأمن والراحة بعد ساعات طويلة ورحلة شاملة المخاطر وعبر طرق غير آمنة نتيجة الأزمة بالسودان. الأسر والعائلات والطلاب المصريين والسودانيين والأجانب من الجنسيات المختلفة أتوا إلى هنا باحثين عن مأوى آمن ومنفذ بعيد عن الحرب، وهربا من الاشتباكات وطلقات الرصاص المتواصلة بشوارع الخرطوم. علامات الصدمة والحزن
ارتسمت على أوجه القادمين من السودان. الأطفال وجدوا ضلتهم فاستطاعوا النوم بأمان وممارسة الألعاب أثناء الانتظار. سيارات الإسعاف المصرية تنقل الحالات الحرجة بأسرع وقت وبتسهيلات كبيرة وبزيادة في الأطقم الطبية. الهلال الأحمر المصري يقدم الخدمات الطبية والإسعافات الأولية والدعم النفسي للأسر القادمين الباحثين عن ملاذ آمن بعد أيام عصيبة من آلام الحرب. هيئة المواني البرية زادت من أعداد العاملين بميناء أركين البري لزيادة التسهيلات، وبالتزامن مع توافد الأعداد الكبيرة استقبل منفذ أركين البري منذ بداية الأزمة السودانية أكثر من 16,000 وافد من غير المصريين، بينهم 14,000 من السودانيين و2,000 مواطن أجنبي من 50 دولة أجنبية وستة منظمات دولية. جهود كبيرة لأجهزة الدولة المصرية وبتوجيهات رئاسية لعودة الجالية المصرية من السودان عبر المنافذ البرية وعبر الجسر الجوي لضمان العودة الآمنة للمصريين، والعمل على ضرورة توفير التسهيلات للوافدين من السودانيين والأجانب نتيجة الأزمة بالسودان. من مصر، محمد الجباس. لسه في افريقيا، ولكن المره دي مع كاس افريقيا. النهارده الاتحاد الافريقي لكره القدم اعلن بالفعل ان في اربع ملفات بيمثلوا ست دول عشان استضافه كاس افريقيا 2027. السبع ملفات دي، ودي كانت الحقيقه المفاجاه، من بينهم الملف المصري. مصر تقدمت بالفعل لطلب تنظيم افريقيا 2027. الى جانب مصر في طلب او في ملف من الجزائر، في ملف من بوتسوانا، يبقى كده ثلاث ملفات بثلاث دول. الملف الرابع والاخير ده ملف مشترك ما بين كينيا واوغندا وتنزانيا. مراقبين كتير الحقيقه بيقولوا ده كان، حتى من التعليقات الموجوده على صفحه الكاف زي ما حضراتكم شايفين، في دهشه، في يعني ناس ما كانتش متخيله ان مصر هتقول عايزه استضيف 2027 بطوله 2027. لما مصر تقول عايز استضيف افريقيا بعد كمان النجاح اللي كان حصل في 2019، واللي مصر قدرت في بحر خمس ست شهور انها تنقذ الازمه وقتها، وان البطوله تطلع في ميعادها وتطلع بشكل محترم غايه في الروعه والتنظيم والملاعب والبنيه الاساسيه والتصوير وكل حاجه وقتها، اكيد حضراتكم فاكرين بطوله 2019. فالحقيقه ده لقى ترحيب ولقى يعني اشاده من مختلف الاطراف الموجوده في الاتحاد الافريقي، وقالوا ان ده كان مفاجاه ان مصر تطلب ان هي تنظم بطوله 2027. برحب بدكتور ايهاب الكومي، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. دكتور ايهاب، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، والله كل سنه وانتم طيبين يا رب. والله حضرتك طيب، اسعدتونا والله، والكاف يعني لولا ان الكاف هو اللي اعلن اسعدنا بالخبر ده. يعني بكل تاكيد احنا يعني كنا منتظرين تقديم طلب استضافه كاس الافريقيه، وكنا هنعلن مع تقديم الملف الخاص بمصر ان شاء الله. تقديم الملفات كامله هيكون من 2025 ان شاء الله لنهايه شهر 5 باذن الله رب العالمين. وطبعا مصر قادره زي ما حضرتك قلت على تنظيم اكبر البطولات العالميه طبعا. يعني الدوله المصريه ممثله في القياده السياسيه في قمه رئاسه التحسيسي، دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الحمد لله مصر الآن بتمتلك بنية رياضية تحتية على أعلى مستوى، سواء كانت المنشآت اللي تم تطويرها مرة ثانية والمنشآت الجديدة زي القرية الأولمبية اللي موجودة في العاصمة الإدارية واللي هتبقى مفخرة بكل ما تعنيه الكلمة. وصلنا لتنظيم العديد من البطولات بعيدا عن كرة القدم، سواء كان في كأس العالم لكرة اليد وغيرها من البطولات الاخرى في السله والخماس الحديث وكل اللعبات الاخرى. وبالتالي زي ما حضرتك قلت في 2019 الدوله المصريه قدمت يعني دوره افريقيه هي الافضل بشهاده الجميع. من حيث الملاعب، من حيث الاقامه، من حيث المواصلات، من حيث التنظيم. فالحمد لله رب العالمين، مصر قادره، ايوه قادره على استضافه اكبر البطولات، مش فقط كاس الامم الافريقيه ان شاء الله زي ما اعلن معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ان احنا ايضا هنتقدم بالدوره الاولمبيه في مرحله من المراحل. فان شاء الله باذن الله الملف المصري عاكفين على اعداده خلال هذه الفتره برئاسه الاستاذ جمال علام. هي اللجنه جايه في شهر 6، اللجنه بتاعت الفحص والمتابعه من الكاف هتيجي في شهر 6 ان شاء الله، هتيجي في شهر 6 تزور الدول اللي قدمت الطلبات من الملفات في اخر 5، وهيجي لجنه الفحص من الكاف
يعني تفقد كل ما تم الملف احتوائه ان شاء الله باذن الله. واحنا باذن الله عندنا امل كبير جدا 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 ان مصر تستضيف البطوله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وبنبارك للجميع يعني الحقيقه ان شاء الله ان شاء الله على تقديم الملف، وكمان باذن الله على اختيار مصر ان شاء الله ان هي تستضيف هذه البطوله كاس افريقيا 2027. شكرا جزيلا دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. لسه في افريقيا، لسه في افريقيا، ولكن بعض من اهالينا الموجودين على وسائل التواصل الاجتماعي والمستغربين هو ايه حكايه كليوباترا، هو ايه اللي جد، عشان في ناس كتير قوي بيتكلموا على كليوباترا، وكليوباترا كانت سمراء زي حالاتي كده ولا كانت بيضه ولا كانت ايه بالظبط يعني، فليه الخناقه دي؟ ففي ناس كتير مش فاهمه ايه حكايه كليوباترا وايه حكايه الازمه والخناقة اللي حاصلة على كليوباترا. ببساطة إحدى الشبكات اللي بتعمل أفلام ومسلسلات ومعرفش اللي هي نتفليكس قررت إن هي تمد خط الأمور المريبة والعجيبة اللي هي بتنتجها في بعض الأحيان يعني عشان ما نعممش، وإن هي تنتج أفلام بخصوص الملكات الأفارقة. دي سلسلة اسمها الملكات الأفارقة. فالمهم كانوا عملوا فيلم قبل كده اسمه نينجا، مش عارف ولا اسمه ايه، وعدى. الفيلم التاني اللي هما بيتكلموا عليه دلوقتي فيلم وثائقي يتعلق بكليوباترا. المشكلة ان هما بدأوا في هذا الفيلم البطلة بتاعته اللي ايدل جيمس وهي بطلة سمراء، فبدأ الناس تتكلم يا جماعة كليوباترا ما كانتش سمراء اللون، ما كانتش سمراء اللون، ده هي اساسا هيلينستية، من الحضارة الهيلينستية، من مقدونيا مثلا يعني، بنقول نقربها للناس كده من اليونان مثلا يعني مثلا، فهي اساسا الحضارة الهيلينستية والعصر البطلمي اللي هي بتنتمي اليه كليوباترا ما كانوش سمر اساسا، ده من الاساس ما كانوش سمر. فالحقيقة بدأ يبقى في حالة من الزخم، خصوصا ان ده بيأتي في اطار حملة بقى كده اكبر شوية من مسألة ان في مجموعة او سلسلة افلام اللي من بين الفيلم ده اللي هيعرض في شهر مايو بخصوص كليوباترا، في حركة اللي اسمها الافروسنتريك او المركزية الافريقية، بيخيل ليهم ان في النهاية او الهدف من هذا الامر ان الحضارة مثلا زي الحضارة المصرية هي حضارة بناها الشعوب الافريقية من غرب وجنوب الصحراء، من غرب وجنوب الصحراء يعني من جنوب السودان وحرك نازل، او من غرب افريقيا ناحية بقى غانا ومالي والكوت ديفوار وبنين. طب ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ يعني ايه اللي جاب ده ناحية ده؟ واساسا كليوباترا اساسا والعصر البطلمي والهيلينستية دي اساسا الناس دي من جنوب اوروبا يعني اساسا انجاز التعبير، فهي كانت حتى لما اليزابيث تايلور كانت عملت الفيلم بتاع كليوباترا وكانت طالعة كليوباترا كانت بيضة الى حد كبير جدا جدا، كانت اقرب للصورة بتاعت كليوباترا بملامحها اللي تميل للبشرة البيضاء اكتر من البشرة السمراء، لان هي عرقها كده اثنيتها كده. المهم ايه ده بقى الشيء المفاجئ، ان نتفليكس جت حطت التريلر او البرومو او الاعلان الترويجي التشويقي الخاص بالفيلم حطته على يوتيوب. اول ما اتحط على يوتيوب كانت ردود الافعال صادمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى لنتفليكس وللقائمين على هذا الفيلم، اللي طبعا يعني من بينهم المنتجة بتاعته اللي هي مرات ويل سميث فيعني اللي هي جادا سميث. فكانت المفاجأة ايه بقى؟ حضراتكم عارفين وده ميرور حتى سلطة الضوء على القصة دي، اي حاجة بتتحط مثلا على اي فيديو تلاقي فيه لايك اللي هي علامة كده يعني، وعلامة الديسلايك اللي هي لتحت. المفاجأة في التعليقات واللي رصدتها الميرور، كم الديسلايك، كم الرفض الشديد لهذا الفيلم والفيديو الخاص بالبرومو بتاعه. كانت المفاجأة زي ما حضراتكم كده هتشوفوا معانا، اللي أعجب اللي عمل علامة الإعجاب اللي هي جود يعني كان حوالي 23 ألف
بس 23000. زي اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو فوق خالص على اليمين اللي عامل العلامه البيضاء الايد البيضاء اربعه اللي هي الجود يعني علامه اللايك 24000. اللي عمل علامه ديسلايك اللي مش عاجبه هذا الفيلم وهذا المنتج كان اكتر من 278000 او 278000 ديسلايك. مفيش اي وجه للمقارنه. قوم نتفليكس تعمل ايه؟ قوم تعمل ايه؟ شالت البروم، شالت الكومنتات التعليقات، شالت اللايك والديسلايك. فوجئوا بكم الرفض الكبير، وبكل تأكيد ده مش فقط مصريين، مش فقط يعني عرب، ولكن ناس عندها قدر من التمييز انها تميز ما بين العمل الجيد والعمل المزور للتاريخ، لان ده في النهاية تزوير للتاريخ. الست الممثلة إيدل جيمس على عينها وعلى راسها تعمل اي دور زي ما هي عايزة، ولكن الست كليوباترا اساسا هي من الحضارة الهيلينستية اللي ملهاش اي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالبشرة السمراء، لانها مقدونية، لانها مقدونية. فالحقيقة حتى الممثلة نفسها بتقول انا مش عارفة هي الناس زعلانة ليه، هي الناس ما تصبر يعني بتتكلم يعني انتوا مستعجلين ليه، اصبروا وشوفوا والنقد هيكون للحكام. فهي حتى بتقول يعني معقولة هي كليوباترا كانت جريئة وايت جريك يعني كانت بيضة جريكية يونانية، هي مش مصدقة سيريسلي بجد انتوا بتتكلموا بجد. يعني في حالة من اللخبطة حصلة بسبب هذا الفيلم أو الفيلم الوثائقي اللي في النهاية هو شكل من أشكال تزوير أو سرقة التاريخ. كان واحد حقيقة من الردود المحترمة اللي ردت بيها وزارة الآثار، وكان في بيان محترم بيفند لهذا الأمر إن دي سرقة للتاريخ وسرقة للحضارة المصرية. أحد القائمين على هذا البيان واللي فند كل ما يعني حصل في هذا الفيلم وكل هذا الادعاء والكذب بأن كليوباترا، ما بنتكلمش على لون بالمناسبة اطلاقا، ما بنتكلمش على اثنية ولا عرقية، احنا بنتكلم على الحقيقة، بنتكلم على حضارة بناها ناس معروف اوصافهم ومعروف اشكالهم ومعروف هم جايين منين وبينتموا لاي عصر وبينتموا لاي عرق او مذهب. فمسألة سطو على الحضارة حقيقة فندها بشكل محترم جدا بيان المجلس الأعلى للآثار ووزارة الآثار. برحب بدكتور ناصر مكاوي رئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، واللي كان ليه دور الحقيقة كبير جدا في الرد على هذا الفيلم وهذه المزاعم. دكتور ناصر مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ عمرو وعلى جمهور حضرتك الكرام. أهلا وسهلا. وبحيي حضرتك على برنامجك الجميل الناجح. الله يسلم سيادتك. حقيقة يعني برامج محترمة يعني. الله يخلي حضرتك. أتمنى إن أنا أكون حاولت إن أنا أوصل الصورة للمشاهدين بشكل علمي. هل حضرتك بتتفق معانا بان اللي حاصل ده هو سطو وسرقة للتاريخ؟ اولا انا بحيي حضرتك استاذ عمرو على المقدمه الرائعه اللي حضرتك قدمتها، هي مقدمه علميه محترمه فبحيي حضرتك عليها جدا يعني، وبحيي حضرتك طبعا على كل الكلام المحترم اللي حضرتك قلته. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان حقيقه اللي حصل في الفيلم ده تزييف للتاريخ. الطبيعي ان انا ما باجي اعمل فيلم وثائقي ان انا المفروض برجع للمتخصصين في الاثار. هم ما عملوش كده للاسف. الحاجه الثانيه اللي احنا لازم نعرفه عن الفن، بدايه الفن المصري القديم، بدايه يمكن من عصور ما قبل التاريخ ثم الدوله القديمه سواء لغايه لما بنوصل للعصر البطلمي، بنلاقي ان الفنان لما بيعمل تمثال او بيعمل صوره بيعملها على هيئه صاحبها الحقيقيه، مش مجرد صور هو بيحطها كده، لا بتبقى على هيئه اصحابها. احنا عارفين ان كليوباترا اصلا هي من السلاله البطلميه بعد موت الاسكندر الاكبر، جاء طبعا تولى حكم مصر بطلميوس الاول واستمرت سلالته طبعا في الحكم لغايه لما وصلنا لكليوباترا السابعه. طبعا بعد معركه اكتيوم البحريه امر اوكتافيوس ان كل تماثيل كليوباترا كلها تدمر وكل اثار كليوباترا، لكن طبعا تبقى ليها بعض الاثار ومنها طبعا العملات ومنها بعض ليها بيروتي مهم جدا موجود في مدخل برلين، يقولها عملة موجودة في حفقلان في فلسطين وعملة موجودة في الإسكندرية، العملتين من الفضة والاثنين متصور عليهم على الظهر بتاعها الملكة كليوباترا. لو بصينا للملامح بتاعتها الشفاه والأذن والعينين اللي هي قدامنا، الصورة اللي قدامنا ده التمثال اللي هو الأبيض، معلش نرجع للزملاء يجيبوه لنا تاني. أيوة الرخام
وده موجود في متحف برلين اصلا. طب الزملاء معلش ثبتوه، يعني حضرتك بتقول هو ده التمثال اللي بيمثل شكل كليوباترا صح كده، وموجود في متحف برلين الحقيقي؟ بالظبط، لان هي الملامح الفنان لما بيعملها ملامح واقعيه لصاحب كويس. هل في علم الانثروبيولوجي او العلم المتعلق بالاصول والجينات وما الى ذلك، هل هذه الجينات وهذه الملامح بتعبر عن اثنيه او عرق ينتمي الى قلب الصحراء الافريقيه او جنوب الصحراء الافريقيه، ولا بينتمي الى عرق تاني خالص زي العرق اليوناني اللي هي كانت بتنتمي اليه؟ حضرتك محق تماما، احنا عارفين الملامح الافريقيه، عارفين الشفاه الغليظه، الانف المطلطح، الاذن الكبيره، ده كله ده من السمات اللي هي الافريقيه. لو احنا بصينا لحضرتك للتفكير اللي موجود قدام حضرتك، احنا بنلاقي الانف المسحوب الرفيع، بنلاقي الشفاه الرقيقه، بنلاقي العيون اللوزيه، فدي كلها ملامح لا تنطبق اطلاقا على الملامح او الجنس الافريقي اللي احنا عارفينه بملامحه كامله يعني. لكن هنا دي ملامح اغريقيه، ملامح هيلينستيه، ملامح يونانيه موجوده. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، من ضمن الحاجات امبارح اللي قلتها، ان المانيا اصدرت طابع، ده كان في تقريبا في 22 يناير سنه 1984، طابع بريد تذكاري، وده محفوظ على فكره حاليا في متحف برلين برضه، نزلته ونزلت نفس الصوره اللي حضرتك عارضها على الطابع، لان ده الشكل الحقيقي لكليوباترا وليست الملامح الزنجيه. يعني لو جبنا صوره الممثله، معلش يا دكتور ناصر استحملني لحظه، لو جبنا صوره الممثله اللي هي ادل وجبنا صورتها مناصفه كده في الشاشه مع صوره التمثال الحقيقي لوجه الملكه كليوباترا، يعني مفيش اي وجه للمقارنه او للملامح، الا لو كان في نيه ان انا عايز اقول ده اللي عمل الحضاره دي، والملكه دي ملكه من الوسط الافريقي او الغرب الافريقي، حركه الافروسنتريك، الا في قصد. بص يا مش كده برضو؟ القصه كلها اللي لازم الناس تفهمها، ان احنا عارفين في بعض الناس اللي بتحاول تاجج الصراع الثقافي بين مصر وبين بعض الدول الافريقيه. احنا مصر معروفه طبعا ان هي دايما بتساند وبتحترم الثقافه الافريقيه، ده جزء من شخصيتنا يا فندم، ده جزء من مكوننا يعني. احنا بنعتز جدا ان احنا بننتمي لقاره زي قاره افريقيا، لكن تزوير التاريخ وتشويهه ده مهم جدا، ان انا ما اقدرش ان انا اشوه التاريخ، وان انا اقدر ان انا اقول ان كليوباترا كانت افريقيه على عكس الحقائق الموجوده عندي، سواء الحقائق التاريخيه او الحقائق الاثريه اللي هي بتاكدها العملات الموجوده وباكدها البروتريه بتاعها اللي موجود في متحف برلين. فده تزييف للتاريخ، ما نقدرش نقول عليه اكتر من كده، زي ما حضرتك قلت في بدايه البرنامج او بدايه الفقره، ان ده تزييف للتاريخ ومحاوله خلق نوع من انواع الصراع الحضاري بين مصر وبين بعض الدول الافريقيه اللي احنا بنرتبط بيها بشكل ودي جدا يعني. طبعا طيب البيان عظيم جدا، هل هيكون في تحركات تانية؟ هو وزاره الاثار طبعا، يعني انت حضرتك الموضوع، احنا كان عندنا اجتماع للجنه دايما امبارح، ودي اكبر لجنه علميه موجوده في مصر، وهي المسؤوله عن كل الحاجات العلميه اللي بتخص وزاره السياحه والاثار. طبعا تم عرض الموضوع امبارح بشكل اكاديمي وبشكل علمي، وطبعا اترد عليه، واعتقد ان وزاره الاثار في كل الحاجات اللي بتمس الحضاره المصريه وتمس الثقافه المصريه ما بتسكتش، ودايما بتطلع بيانات قويه جدا. وحضرتك يمكن لاحظت كمان حتى على المستوى الشعبي مش المستوى الاكاديمي بس، في استنكار غير طبيعي لهذا الفيلم، شالوا البرومو تريلر بتاعه، شالوه بالظبط، لانه بيتنافى تماما مع التاريخ المصري، وهو تجديف واضح للتاريخ المصري. وزي ما انا قلت لحضرتك، هو مجرد خلق نوع من انواع الصراع بين الحضارات، وتاجيج صراع ثقافي ربما يؤدي في بعد ذلك لصراع اكبر من كده. فاحنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الناس عندها وعي كبير جدا بتاريخها، ووزاره الاثار حقيقه لها دور مهم جدا في الموضوع ده، ونشر الوعي الثقافي بين الناس وبين العامه. فده طبعا في النهايه بيؤدي للنتيجه اللي زي حضرتك ما قلت، ان اتشال البرومو بتاع الفيلم، وده نتيجه يعني ممتازه ان احنا قدرنا نوصل للجزئيه دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ الدكتور ناصر مكاوي، رئيس قسم الاثار المصريه بكليه الاثار جامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. بعد 20 دقيقه بالظبط كل واحد فينا يمسك ساعته ويظبط التليفون، لو كان محتاج ان هو يظبط الزون او حاجه كده خاصه بالتليفون، يظبط المنطقه بالنسبه لجرينتش. كلنا يعني هنبتدي نحرك الساعه بتاعتنا، اول ما تيجي 12 هنحرك الساعه ونظبط الساعة، نخليها واحدة صباحا، ده بعد 20 دقيقة من دلوقتي، وده بداية العمل بالتوقيت الصيفي.
كل عام وحضراتكم بخير، هيبدأ إن شاء الله من بعد 20 دقيقة وهيستمر لغاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر. كل الفترة دي هتكون اللي بيسموها التوقيت الصيفي، بنتكلم 73 دولة في العالم بتطبق التوقيت الصيفي. احنا كنا وقفنا التوقيت الصيفي من كام سنة ودينا بنرجع تاني للتوقيت الصيفي. الهدف ايه؟ وده اللي الناس بتقوله، طب احنا عايزين نعرف، ماشي مفيش مشكلة، ولكن احنا او حتى 73 دولة التانية دي واللي منها بعض الولايات الامريكية والاتحاد الاوروبي، ليه بنقدم الساعة في الصيف وليه بنرجع نأخرها في الشتاء؟ يعني ايه السبب؟ فالسؤال ده هنتوجه به الى الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة عشان يقول لنا ايه وجه التوفير او وجه الفائدة من هذه الخطوة اللي هتبدأ بعد تلت ساعة. دكتور ايمن مساء الخيرات وكل عام وحضرتك بخير. مساء النور يا فندم وتحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك وجميع متابعينك بخير وسعادة. طيب بمناسبة بقى توقيت الصيفي والأعياد ويعني الله يخلي حضرتك أيام جميلة إن شاء الله. الله يسلم حضرتك، فأرحك تقول لنا وتبسط لنا كده الفايدة هتيجي منين؟ التوفير هيجي إزاي؟ هو بص حضرتك، هو خلينا نأكد على نقطة مهمة جدا. أول حاجة إحنا الحمد لله تقديم الساعة وتوقيت الصيفي ده مش معناه إن إحنا عندنا عجز في الكهرباء، عندنا طبعا. الحمد لله وفرة وعندنا احتياطي كويس جدا، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، يمكن معالي دولة رئيس الوزراء كان من فترة أعلن عن بعض الآليات اللي هي لترشيد الاستهلاك للكهرباء وتعظيم الاستفادة من تصدير الغاز الطبيعي. ودوت بيعود دفع طبعا على الدخل القومي، لان احنا ككهرباء بان تكلفه الكيلو تكلفه المليون واحده حراريه من الغاز الطبيعي 3 دولار، في حين هو لما بيتصدر بيبقى اكتر من 30 دولار، يعني 10 اضعاف القيمه دي. الحاجه الثالثه اللي هي خاصه بقى بالساعه الاضافيه دي، طبعا هي آلية من آليات ترشيد الكهرباء بتضاف للآليات الأخرى علشان برضو تبقى فيها تعظيم الاستفادة من تقليل استهلاك الوقود والاستفادة من تصدير الغاز اللي بما يعود بالنفع على. طيب يعني الساعة دي هتعمل وفر قد إيه في السنة سواء كان في الكهرباء أو في الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء؟ هو يمكن طبعا المجلس الوزراء كان أعلن وفر تقريبا 10%، ودي قيمة مش قليلة، 10% من الطاقة الكهربية المستخدمة يعني بالتالي 10% دي يمكن تصدرهم بعوائد. مظبوط أكيد، وتضاف لإجراءات أخرى بالإضافة إلى زي ما احنا قلنا ترشيد الإنارة العامة والمباني الحكومية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى بعد اجراءات اخرى برضو ما بين الكهرباء وبين البترول اللي زادت الاستعانه بالمازوت. احنا ككهرباء في اجراءات بناخدها ان احنا نعتمد اكثر على الوحدات اللي هي الدوره المركبه اللي بتدي كفاءه عاليه زي ما حطت سيمنز وما ذلك، بتدي كفاءه عاليه وبتبقى اقل استهلاك للوقود. فكله كله بيؤدي الى او الهدف منه هو ترشيد استهلاك الطاقه لتعظيم الاستفاده الاقتصاديه من تقليل الاستهلاك الوقود والتصدير الخاص به. وكمان عايز اقول لحضرتك اتفضل، هي هتعود بالنفع علينا احنا بقى يعني كمواطنين ان الفاتوره تقل. طبعا لان في ساعه احنا كمواطنين او كمستهلكين بصفه عامه، مواطنين او غير مواطنين، أيوة. في ساعه فيها استفاده من الاناره الطبيعيه، تمام، وبالتالي الاناره الطبيعيه ديت مش هيبقى فيها استهلاك للاناره، والاناره ديت فيها برضو نسبه مش قليله من استهلاك الكهرباء بالتحديد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شكرا لوجود حضرتك معانا. عايز اقول لحضراتكم دلوقتي شقيقتنا قناه الحياه وشبكه تلفزيون الحياه في نقل حصري ومباشر للكينج محمد منير، الملك محمد منير، من قلب مدينه العريش في شمال سيناء، احتفاليه لاهلنا في شمال سيناء، من حقهم ان هم يعيدوا ويفرحوا وان هم كمان يشعروا بان الحمد لله الامور بقت على ما يرام واحسن ما كانت، وزي ما بيقولوا كده بالبلد سامحوني فل الفل.
100 فل و10 بعد الحمد لله ما تمكنت الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية من دحر الإرهاب الأسود والبغيض اللي كان موجود في شمال سيناء وتحديدا في العريش، ويرجع تاني نعمة الأمن والأمان، وإن الناس تعيش مرة تانية آمنة مطمئنة وتقدر إن هي تنعم بهذه النعمة، وولادهم يحسوا إن في حياة طبيعية ويعيدوا ويفرحوا. النهاردة كمان بنتكلم على سباق الهجن في اليوم الثاني والأخير لسباق الهجن اللي موجود في العريش بمشاركة كبيرة من القبائل العربية سواء كان في سيناء أو حتى بره سيناء، اللي بعد انقطاع يعني أكتر من 13 سنة بيرجع مرة تانية والحمد لله إلى أرض سيناء. هنشوف التقرير ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم في فقرة عن مسلسل جميلة وفريق عمل هذا المسلسل، النجم هاني عادل، الأستاذ أيمن سلامة المؤلف، والمخرج الكبير الأستاذ سامح عبد العزيز. أرجوكم خليكم معنا. مشاركة واسعة من ملاك الهيجن من مختلف محافظات الجمهورية شهدها مهرجان العريش والذي أقيم على مدار يومين في تنافس شديد على المراكز الأولى، واختتمت فعالياته بتسليم الجوائز للفائزين. ده أول سباق اتنشأ في جمهورية مصر العربية، كان سباق العريش. فبعد الأحداث اللي بقت في العريش بس، وإن رجع السباق تاني من أول وجديد بعد السنين اللي فاتت من توقيفه، ده يعني شعور لنا جميل جدا، حس أمن وأمان، وإن البلد الحمد لله والله الحمد مرت بمرحلة صعبة ووصلنا لبر الأمان بيها. المهرجان ده شعرنا فيه يعني بطعم الأمن والأمان، يعني بقالنا 10 سنوات لن نحصل على هذا الأمن يعني. وصراحة مهرجان فائق بحضور وزير الرياضة وكل القيادات، لا يعني تقصير في الجميع، والحمد لله يعني سيناء الآن آمنة من كل إرهاب. شفنا مهرجان مبهر، مهرجان فاخر، مهرجان مميز. لاحظنا الحشود اللي أتت من كل حد من وصوب من أراضي ومحافظات مصر الحبيبة ومن الأقطار العربية وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية. وساعد المهرجان أهالي سيناء في إحياء تراث الأجداد والتجمع والتخييم من جديد بعد انقطاع دام لفترة طويلة، حيث نصبت الخيام وتجمع مرافق الهجن من ملاك ومدربين بجانب المشجعين يتسامرون ويسترجعون ذكرياتهم. احنا السنة دي كان مختلف، عيد تحرير شمال سيناء، عيد الفطر المبارك، سباق الهجن، عادة الأمن والأمان، والناس فرحانة، وبنيجي قبلها بيومين بننصب الخيام ونتمتع بالجو الجميل دوت ونستنى المناسبة الجميلة. والسنة كانت أكتر حتى من السنين اللي فاتت، يعني مبسوطين كمان من الناس اللي اهتمت بالمهرجان الهجن. طبعا هذا من الحاجات المميزات الكويسة، والحمد لله يعني الحين يعني زي ما أقول لك إيه، الحين في موضوع السباق يعني نقدر دلوقتي في أمن وأمان، يعني بنقدر الواحد يمشي ومرتاح. ويعني احنا لينا 10 سنين دلوقتي ما اجتمعناش الجمع الحلو دي. دي أجمل وأقوى رسالة بنوجهها للعالم، إن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب. وسط تواجد عربي ومحلي ومشاركة واسعة لعدد من القبائل العربية من مختلف محافظات الجمهورية، اختتمت فعاليات مهرجان الهجن بمدينة العريش والتي أقيمت ضمن احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي وسط أجواء من البهجة والسعادة والأمان. من مصر عمرو موسى. كل اللي طلباه منك النهاردة انك تبعديها عنه. اتصرف. هو مسلسل المفاجآت بلا شك، فقد كانت مفاجأة حين عرض على شاشة تلفزيون CBC في شهر رمضان وجذب ملايين المشاهدات نظرا لأحداثه المشوقة. انه مسلسل جميلة. اطلع برا. مفيش قدامي غير حل واحد، ان اتجوزها. فاكرين انه عيب والمفروض ان هم يبقوا طيبين.
المسلسل الذي دارت قصته في إطار تشويقي واجتماعي وسلط الضوء على مشكلات الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية كان من بطولة النجمة ريهام حجاج وكوكبة من نجوم التمثيل مثل سوسن بدر وعبير صبري ويسرى اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وهشام إسماعيل وسامح الصريطي وغيرهم الكثير. من فضلك أنا ما بحبش الطريقة دي، ممكن أفهم في إيه؟ بكرة أنت وماجي معزومين على كتب كتابي أنا ومي. أختك لو ما بلغتش عنها أنا اللي هبلغ عنها. أصلها مراهقة متأخرة. القضايا الجريئة التي ضمها المسلسل شهدت تفاعلاً قوياً من الجمهور الذي أبدى إعجابه بأداء أبطاله فضلاً عن المواقف والمفاجآت العديدة التي كشفتها أحداث المسلسل. في إيه شريف؟ الورق ده في إيه؟ دي كلها عقود بيع وشراء. بيع وشراء بتاع إيه؟ أنا مش فاهم. أونكل سالم بايع كل أملاكه الجميلة. من مصر طارق أحمد. يعني بابا كان في وعيه وكان عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، ما كانش بيتهرب من ضرائب وعوائد زي ما حضرتك كنت بتقولي. برحب بالفنان هاني عادل والمؤلف الاستاذ ايمن سلامه. هاني اهلا وسهلا، شرفتنا والف مبروك. الله يبارك فيك ايمن، الف مبروك. الله يبارك فيك. عمل كان رائع وشدتونا لغايه اخر لحظه. الحمد لله. زياد الدكتور زياد انا بس لان انا اسمح لي يا استاذ ايمن ببدا مع 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 الاستاذ هاني عادل، لان دكتور زياد الناس كانت مشفقه عليه وكانت متعاطفه معاه طول المسلسل. الراجل ده ايه اللي عمل فيه كده وانتوا وقعتوه في وسط الشر ده كله ليه؟ في احساس ايمن هو يعني هو اللي عمل فينا كلنا كده وانت في وسط كميه الشر اللي كنت عايش جواها دي. شخصية زياد بشكل عام، قبل ما أبدأ الموسم بتاع رمضان أو أختار هعمل إيه السنة دي، كنت عامل دور شرير جدا 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 في مسلسل لسه هينزل بعدين يعني. تمام. فأنا كنت متفق مع الكرو اللي بيشتغل معايا إن أنا لو جالي في رمضان دور شر مش هعمله. فأنا عايز دور يكون فيه بني آدم طبيعي اللي فيه الخير والشر، مش الشر اللي في المطلق ده. كويس. فالحمد لله اتعرض عليا الدور. قريت الحلقات اللي جات لي وقلت بس هو ده الدور اللي انا حابه. وسالت استاذ ايمن هو هيفضل كده ولا هيتحول هيفضل ملاك كده على طول يعني؟ قال لي لا، فتاكدت الحمد لله انه هو هيفضل كده. ف يعني ان طريقه تناول اصلا الشخصيه وازاي هتتمسك وازاي يبقى بني ادم عادي في وسط الاحداث الغريبه اللي بتحصل له والاكتشافات الغريبه اللي بيكتشفها عن مراته وعن عيله مراته يعني. دي كانت عايزه طريقه معينه كده في استقبالها ولازم احضر لها من الاول هو الشخصيه نفسها عامله ازاي واستعداده لتقبل الصدمات حقيقي. اساسا عامل ازاي؟ طبعا استعداده النفسي ان هو يتحمل المفاجات اللي لسه هتحصل سواء بقى في ابنه اللي بيموت بسبب العصير يونس ولا بسبب الحمل. وهنيجي على المواقف الغريبه دي اللي الحقيقه استاذ ايمن سلامه يعني انا مش عارف كنت قاعد بتفرج اقول استاذ ايمن جاب كميه الافكار الشريره دي كلها متجمعه منين؟ لا هو مفيش حاجه من عندياتي يعني فعلا طبعا ده الواقع اكثر الما يا خبر ابيض يعني. طبعا بس احنا بنحاول ان احنا يعني ننقل الصوره الوحشه تمام بننقلها على الشاشه علشان الناس تاخد بالها الناس تراجع نفسها يعني هي محاوله لان مراجعه الذات ان كل واحد يراجع ذاته هل الفعل اللي انا بعمله ده فعل متسق مع الطيبه مع الاخلاق اللي المفروض نبقى عليها ولا فعل الشرير لان الشرير دايما وكنا لسه بنتكلم في ده ما بيحسش انه شرير هو بيحس انه حقه يعني شريف ده هو حاسس المحامي هو حاسس ان ده حقه هو حقه بالظبط وبياخد حقه وحق مراته وبيدافع عن حق مراته وشايف ان جميله مغتصبه لهذا الحق هو مقتنع بكده حقيقي مش مقتنع انه شرير ولا بيعمل طيب حاجة. الصديق ده انت اثرت قضيه صعبه جدا فكره الصديق اللي الخير. بيطعن صديقه اللي عشره العمر اللي واكلين مع بعض عيش وملح يطعنه في ظهره وللاسف يتسبب له في كارثه مع مراته عن طريق حمل يعني هسيب التفاصيل يعني اكيد حضراتكم عارفينها والتفاصيل صعبه الحقيقه يعني هو الحقيقه ده برضو فكره الخيانه بتاعه الصديق دي بقت موجوده ولازم برضو ننتبه ان انت ما تبقاش حياتك يعني تاخد حذرك شويه من كل الاصدقاء اللي حواليك ما تديش نسبه 100% ثقه في الاخرين لازم يبقى فيه نوع من الحذر
بس خصوصا في الحياه المفتوحه بتاعتنا دلوقتي تفاصيل صعبه. يعني كانت العلاقه بنتكلم على اتنين اصدقاء، الدكتور زياد والدكتور هشام، اتنين زملاء اقرب ما يكون لبعض، ويعني ويتجوزوا الطليقه ويتسبب في حمل ويتسبب يعني ده دكتور معالج في عمليه تخصيب، وهو يحط جزء من السبرم السائل المنوي بتاعه في عمليه الحقن المجهري لمرض صديقه. دي كارثه بالظبط، على امل ان هو ممكن عشان هيورث فلوسها بعدين وهيطلقها منه ويتجوزها هو. بالظبط، لان بس هو برضو استاذ ايمن كان مقدم ده في كذا مشهد، الشخصيه نفسها متقدم لها ان هو جاي من الريف، وان دكتور زياد ده هو اللي استقبله وهو اللي علمه وهو اللي تولى مسؤوليته لما جه القاهره. مظبوط، وخلاه يشتغل في مكان كويس، وهو يعني هو اللي ساعده كتير، فباين ان وهو بيساعده هو باصص له هو حياته عامله ازاي، يعني كان باين في بعض التفاصيل ما بينهم. هو فكره الحقد ان هو يعني واحد ابن اصول وواحد من لا شيء، تمام، فبقى باصص لصديقه ده نظرات حقد وغيره. الحقد اه بالظبط، حقد وغيره وغل، اللي هو ياجو. ما هو ياجو ايه؟ ياجو غار من صديقه عطيل، يعني صح. هو احنا الاثنين اصدقاء، صح. وهو اصبح القائد وانا لا، فهي عباره عن الغيره القاتله. ففكره الغيره القاتله دي موجوده في كل زمان وفي كل مكان. فهنا هشام في نوع من الغيره الشديده جدا من زياد، ان هو ليه احنا الاثنين زي بعض، صح. احنا الاثنين متخرجين من طب، تمام، انت ليه دكتور محترم وليه غني وليه طب، هو والتاني عايش في بيت لسه اجار واه اي نعم عنده مركز طبي بس يعني فكره مضيع فلوسه على الشر، وفكره رفض القدر بتاعك والاعتراض على قدرك، انت قدرك ان تكون رجل فقير او انك تطلع في بيئه فقيره، خلاص احمد ربنا ان انت اتخرجت من طب وان انت كويس، لكن هو في نوع من الغيره والحقد الدفين اللي خليته يعمل كده في صديق عمره. اكيد. طيب هل الفتره بتاعت التصوير، اسمح لي يعني اثرت عليك نفسيا؟ يعني انا كمشاهد وانا قاعد بتفرج انا مشفق على راجل محترم طيب ابن ناس، دكتور محترم اخلاقه يعني عالية جدا، بيتعرض لهذا الكم من الحقد والمشاكل والطعن في الظهر وطليقة شريرة، وحتى الابن طفل بقى شرير ده أثر عليك نفسيا وانت بتصور؟ هو أثر عليها وهو فأثر، لأن احنا في حاجات في مشاهد كنا ساعات بنقراها قبل ما بنصورها بفترة، يعني مش كل الحلقات كانت مكتوبة مرة واحدة، في حاجات كنا احنا انا فعلا كنت بقراها وانا بتفاجئ بتخض، يعني بتخض وانا بقراها، يعني موضوع موت ابنه يونس كان عامل ازاي. في بعض التفاصيل بمناسبه موضوع حقد الصحاب ومش عارف ايه، في بعض التفاصيل الصغيره اللي خدت بالي منها بعدين، ان هو هشام مثلا وهو قاعد معاه مره في ميتنج متقابلين بيتقابلوا مع بعض هو زياد وهشام، وهو بيقول له ايه الساعه دي؟ الساعه دي انت جبتها امتى؟ فده يوريك ان احنا اصلا كرجاله يعني ما حدش بياخد باله من موضوع الساعه ولا يعني ما بناخدش بالنا من التفاصيل دي، غير لو واحد عايز يشوف اللي قدامه ده اشتراها دي بكام، مركز معاه ساعة غالية بالظبط. شوية تفاصيل كده هو حاططها احنا بناخد بالنا منها بعد شوية، لان حتى يوم التصوير ده انا بلبس ساعة معينة دايما في الراكور، فقالوا لي لا استاذ ايمن سلامة باعت ان لازم تلبس ساعة جديدة. قلت لهم ليه يا جماعة؟ ما هي دي الساعة اللي بتلبسها الشخصية. قالوا لي لا لازم تلبس النهاردة ساعة جديدة عشان هشام هياخد باله انك غيرت الساعة. فاهمني؟ في شويه تفاصيل عامله كده. الموضوع بقى تاثير ده على شخصيتك ولا لا، او على حسب، اكيد طبعا لما بتكون عايش مده 3 شهور في شخصيه معينه وبتشوف احداث معينه بتحصل قدامك، وساعات انت اصلا بتتفاجئ بيها نفسيا، انت ازاي هتعبر عنه دلوقتي، ازاي هعبر عن احساسه ده، لازم ابقى محضر قبل ما اجي وقاري كويس. وكنت دايما بقول لاستاذ ايمن لو المشاهد الصعبه واللي فيها اداء صعب او تقبل لصدمه مش طبيعيه ان حد يتقبلها بشكل طبيعي، يعني لازم ابقى قاريها قبلها بفتره. زي مثلا في مشهدين، مشهد عايز برضو استاذ ايمن يقول لي رايه ايه في الاداء اللي تم في المشهدين دول، مش الشيء بس الى اي مدى ده عبر عن وجهه نظر الكاتب. يعني مشهد الخبر الوفاه في المستشفى والمشهد الخاص بجميله لما بتقول لك ان الابن اللي انا حامل فيه مش ابنك. بالظبط. فالمشهدين دول استعدت لهم ازاي؟ بص انا بفضل حاجه دايما وبقولها للاستاذ ايمن، ويمكن هو عارفها عني من قبل كده، انا ما بحبش اتكلم كتير، يعني ما بحبش يبقى فيه باراجرافات كبيره، بحب اكتر لما تعبير المعلومات تتقال بشكل طبيعي، وده كان متحقق يعني الحمد لله في المسلسل ده بشكل كبير.
فالتعبير عن واحد ساكت طول الوقت ولما بيجي يتكلم لازم يتكلم كلام ليه لازمه وليه تقل، ولما بيجي ينصح نصيحه لمراته لازم يكون عارف هو بيقول لها ايه في وقت هي موجوعه فيه، وقت هي عايشه حياه مليانه مصايب هيقول لها ايه دلوقتي، هيتخانق معاها امتى. يمكن الحاجه الوحيده اللي بتخليه يفقد اعصابه ويبقى بني ادم تاني، ودي حاجه انا يعني عجبتني ان هو ابنه هو اللي الحاجه الوحيده اللي تخليه يفقد سيطرته على اعصابه وسيطرته على المثاليه اللي هو بيبقى عايش فيها طول الوقت. لا، اي حاجه هتحصل لابنه لا هيتحول لبني ادم تاني خالص. مظبوط تماما يعني. ولما حتى لما الولد قال له ده انا الكاتشب وقع مني بالظبط وراح اتخانق مع اميره بشكل يعني من غير اصلا مش عايز يسمع يعني. هو اصلا مش لا هو ده هنا قفل خط احمر، ولما قال لها خط احمر هو كان يعني ان هو خط احمر ان هو مش هيسمع تفسيرات ولا هيسمع تبريرات للموضوع. انا ابني اتاذى واتعلم كلام مش المفروض يتعلمه وانت السبب. فده كان بالنسبه لي بصراحه حاجه مهمه ان انا اعبر عنها في مشاهد معينه. يعني هي شخصيه هاديه طول الوقت جدا، بس في مشاهد معينه لا هو مش هيبقى كده، هيبقى بني ادم بقى الطبيعي اللي هيفقد السيطره ومش هيعرف وهيتعصب ومش هيعرف يتعامل بشكل لطيف زي ما بيتعامل طول المسلسل. طبعا فالمشاهد زي موت الابن مثلا، او زي لما هو قاعد قدامها في المستشفى وهي قالت له اللي في بطني ده مش ابنك، زياد اعتقد هو تعامله مع الصمت وغضبه اللي في صمت وكلامه اللي مع نفسه طول الوقت، هو نزل ضرب هشام على طول بالظبط. هو ما بيتعملش يعني. ما بالظبط هو غشيم يعني هو ساعات بيقول لك هو اتقي شر الحليم واتقي شر الغشيم يعني هو كمان ان هو ما بيتعاملش مع الحاجات دي ما عرفش يتعامل معاها ازاي. فممكن لو كان في ايده سلاح تاني كمان كان ممكن يقتله يعني، لو كان عارف يتصرف في اي سلاح تاني. هو جاب الستيك دي اللي موجوده في عربيه اي حد بيدافع بيها عن نفسه يعني لو حصل اي موقف. فهو حتى خلاه يعني لما يجي يتعامل معاه هو بيتعامل بحاجه موجوده في عربيته اللي هو الناس بتحطها في العربيه خوفا من عن النفس مثلا يعني حاجه كده. طيب التعاون الحقيقه اللي كان ما بين النجوم اللي كانوا موجودين في العمل ومع الاستاذ سامي عبد العزيز اللي طبعا يعني احنا بنوجه له طبعا التحيه وقلوبنا مع حضرتك، ويعني قبل الهوا بلحظات يعني كان يعني اعتذر، فان شاء الله خير يعني وقلبنا مع حضرتك وان شاء الله خير باذن الله. 40 بابا بالظبط رحمه الله عليه والده رحمه الله عليه. فيعني التكامل ما بينكم ما بين كل عناصر العمل ازاي ده بيسهل في توصيل الفكره للناس اللي هتتابع العمل ده؟ ازاي ده ساعد في ان الورق اللي حضرتك كاتبه والقصه المتشابكه دي توصل للناس بسهوله وتاثر مع الناس؟ هو كل ما يبقى في تفاهم بين عناصر العمل يعني احنا السنه اللي فاتت الحمد لله عملنا يوتيرن مع برضو سامح وريهام حجاج الفنانه الجميله وتعاوننا وكان نجاح الحمد لله كبير جدا، فطلعنا منه بقى فاهمين بعض جدا. يعني كان السنه دي كانت اسهل من السنه اللي فاتت في ان احنا في كيمياء خلاص خدنا على بعض قوي، بقينا فاهمين ايه اللي بيريح الفنان، ايه الكلام اللي بيريحه. لسه كنت بقول برضو يعني واحنا بره ان انا بقعد اذاكر الممثل شوفوا ايه اللي بيريحه، ايه الكلام اللي بيريحه، ايه الكلام اللي بيبقى لما يجي ينطقه بيبقى مش حلو على الشاشه، فبقعد اذاكر له كل ادواره اللي قبل كده. طبعا كل طبعا فنان لازم اقعد اذاكر له كل الدور بتاعه. جزء من الكتابه النهارده فيها جزء من الصنعه والصنعه بتاعت الدراما ان انت برضو انت بتعمل برضو انت بتبقى في ستار ميكر للناس اللي عندك، انت طبعاً لازم أكيد. تبقى حريص على نجاح الممثل اللي معاك طلع احلى ما فيه بالظبط، وتطلع ومختلف عن الاخرين. يعني هو عمل ايه مع الاخرين لازم تعمل حاجه جديده معاه اكيد، لازم توديه في حته تانية. فده اللي بيخلي ان في تعاون وفي نجاح وفي حب كمان في الموضوع. يعني كلنا كنا حابين بعض، كواليس جميله جدا، ناس طيبه، ناس عايزه تنجح. انتوا كمان ماسكين خط السسبنس يعني خط الاثاره والاحداث المثيره كده كل حلقه من يوتيرن وانتوا مكملين. واضح ان المثلث متفق على ده. تمام، بس خلاص انتوا خطوا الخط ده يعني كل رمضان ان شاء الله نستناكم بمسلسل فيه اثاره عاليه ان شاء الله. شايف ده ازاي وتاثيره مع المشاهد او النوع ده ازاي المشاهد النهارده بيتلقاه؟ بس هو اصل الدراما تمام يعني من اول ما اخترعت ايام الاغريق تمام ان اصلها قائمه على فكره التشويق اللي هو السسبنس. السسبنس تشويق، فبنى الدراما لازم يبقى مبني على التشويق ان هو ايه ان تكون عكس ما يفكر المشاهد.
لو انت مع المشاهد او المشاهد سابقك بخطوه مش هيتفرج عليك أكيد. ما هو عارف خلاص الاحداث بتاعتك رايحه فين، فلازم هي دي السسبنس ببساطه شديده جدا كويس. يعني ترجمتها ببساطه شديده كويس. انك تكون سابق المتفرج وانك تخليه دايما متشوق للي جاي حقيقي. ايه اللي هيحصل سواء بقى كانت التيمه اللي انت بتلعب فيها بوليسيه او تيمة اجتماعيه. انا بحب اعمل السسبنس الاجتماعي طبعا. جوه القصص الاجتماعيه عايز اعرف زياد ده هيبقى موقفه ايه، هيعمل ايه جميل، هيعمل ايه وحتى جنائي كمان جريمه بتاعت رجب يعني اعتقد كان اسمه رجب يعني تفاصيل حقيقه كتير جدا. وهنرجع هنشوف مشهد ونرجع اعرف من النجم هاني عادل استاذ ايمن سلامه فكره الدراما والاعمال الدراميه في رمضان الى اي مدى ده هم شايفين ان هو بيخدم العمل او بيظلم العمل في انه ياخد وقته مع المشاهد. لكن نشوف الاول المشهد ده ونرجع تاني مع حضرتك. انا عارف انك متضايق من اللي حصل النهارده بس معلش حقك عليا. محدش فكر يكلمني ولا حتى يعبرني. انا قلت على الاقل ماما هتتصل بيا، مش كان مفروض ولا ايه؟ حتى اكرم جه قال الكلمتين اللي قالهم ومشي، محدش فارق مع زعلي. ده عيل غبي بيقول اي كلام. هو انت ناقصك حاجه عشان تعملي كده اصلا؟ وحتى لو ناقصني ازاي يفكر ولا يشك ان انا ممكن اعمل حاجه زي دي؟ لا وامي بدل ما ترد عليه وتهزقه وتمسح بكرامته الارض، كل اللي هاممها ان انا اروح اتنازل، والهانم اختي تقول لي ده جوزي وبيدافع عن حقي. هي اصلها بقت كده خلاص، حقي وحقك. الراجل اللي مات ده خلاص نسى في ثانيه كده. بص يا حبيبتي انا ماليش ان انا اتدخل ولا اقول لك تعملي ايه وما تعمليش ايه، في الاخر يعني دي مامتك واخواتك، بس عايزك تسالي نفسك سؤال واحد بس، ليه باباكي عمل كده؟ يعني ليه انت بالذات؟ ليه ما كتبش كل حاجه باسم مامتك مثلا؟ مش عارفه زياد، مش عارفه، واكيد كل الاسئله دي عماله تدور في دماغي وبسال نفسي ونفسي الاقي لها اجابه. بس الحقيقه دلوقتي ان اولويتي هي ماما. انا مش عايزه ان احنا نوصل لكده. انا مش متخيله ان احنا بقينا نقف نزعق لبعض ونتخانق ونخسر بعض عشان الورث. احنا مش كده يا زياد، احنا مش زي الناس اللي بنسمع عنهم. احنا طول عمرنا عيله مترابطه ونحب بعض ومالناش غير بعض. عايزه الصراحه، انت باباكي الله يرحمه ساب لك قنبله ومحدش عارف هتنفجر في وش مين. انا مش هستنى لما تنفجر يا زياد، انا اصلا مش عايزه حاجه ومش فارق لي غير ماما. عشان كده انا قررت ان انا بكره الصبح اروح الشارع العقاري وهتنزل لها عن كل حاجه. وتفتكري دي حاجه هترضي واحد زي شريف مثلا؟ يرضى ولا ما يرضاش ويخبط دماغه في الحيط كمان؟ شريف بعد اللي عمله النهارده بالنسبه لي مات. انا دلوقتي كل اللي فارق لي امي. اول مره نزعل من بعض كده، مش عايزاها تفضل زعلانه مني. انا هروح لها. ولو قابلت الواد ده هناك هحتقره. انا في الاول ولا في الاخر راحه لامي، امي اللي ما ينفعش اسيبها في الظروف اللي زي دي حتى بعد اللي حصل. ولا انت شايف ايه؟ ما تقولي رايك يا زياد. يا حبيبي تعملي اللي يريحك، كده كده اصلا شيري وماجي هيحصلوك على هناك. مين قال كده؟ كانوا كاتبين على الجروب. ناقصه هي اصلها. خلاص يلا روح انت العياده بتاعتك عشان ما تتاخرش على شغلك، وانا هعدي على ماما. معانا على التليفون جميلة النجمة ريهام حجاج. ريهام ألف مبروك نجاح المسلسل، العمل الرائع ده. الله يبارك فيك يا عم، مساء الخير. أهلا بيك، مساء الخيرات، كل سنة وأنت طيبة وألف مبروك. وأنت طيب وأنت بالصحة والسلامة. إزيك يا منى؟ إزيك يا ولد؟ إزيك عاملة إيه؟ إيه أخبارك؟ أنا الحمد لله كويسة، وحشتيني جدا. إيه أخباركم؟ كل سنة وأنتم طيبين جميعا. وأنت طيبة. طيب. كل سنة وأنت طيبة. الحقيقة اللي كنا بنتكلم مع هاني وبنتكلم مع حبيبنا وصديقنا دائما العزيز ايمن سلامه على فكره خط التشويق اللي انتوا واخدينه ممكن من السنه اللي فاتت من اول يوتيرن. شايفه الخطوه دي ازاي السنه دي؟ جميله. شايفه اثروا مع الناس ازاي لفكره الاحداث الدراميه اللي كل يوم بتشدونا عشان نستنى حلقه بكره نشوف ايه اللي هيحصل؟ شايفه ده ازاي؟ بص يا عمرو، هو الحقيقه انا ده ثالث عمل بيني وبين ايمن. الحقيقه ابتدينا القصه من لما كنا صغيرين، وايمن اساسا مبتديها من زمان قوي. يعني هو ايمن
ده ستايله في الكتابة يعني. وانا حقيقي بحب اشتغل جدا مع ايمن، لان انا يعني بحب، انا مبدئيا بشوف ان ايمن من اهم يعني الكتاب اللي موجودين في الوطن العربي كله. وبعدين انا بحترم جدا السيناريو الذكي، ودايما ده بلاقيه مع ايمن، بنقعد انا وهو نلاقي افكار مع بعض، في بينا كيمياء لطيفه. فابتدينا لما كنا صغيرين طبعا كان سسبنس برضو، والحمد لله لقى نجاح يعني كويس جدا. احنا وقتها كنا مطلعين الشخصيه الثالث اوتيلا، غيرنا شويه بعد كده يوتيرن، بعد كده عملنا شخصيه سيارة اللي هي ترابل ميكر، وطول الوقت بتعمل مشاكل وبتكذب علشان تداري على اخطاء، ويعني قصه كده كانت ملعبكه جدا. السنه دي بقى يعني قررنا نغير، عملنا شخصيات جميله ومسلسل جميله طبعا، كل اللي فيه يعني كلها شخصيات غنيه جدا وكلهم ابطال كعاده ايمن يعني، وكعاده مسلسلاتنا دايما بنحب يعني يبقى فيه كده توليفات مختلفه. هايل. طيب انت وهدى انت وهاني عادل الحقيقه مريتوا بمطبات صعب جدا على اي ناس ان هم يتحملوها، على اي بيت ان هو يتحملها. انت كان عندك صبر وهو كان عنده صبر، وبجد انتوا المشاهد دي عملتوها ازاي؟ يعني مشاهد المستشفى والحمل المزيف والمقلب بتاع هشام، الخناقه بتاعه الولد والكاتشب يعني، ومشاكل تانية كتير جدا. احكي لي عن المشاهد دي وكواليسها، كنتوا بتتكلموا ازاي قبل كل مشهد من دول؟ اولا انا عايز اقول لك على حتى احنا يعني طبعا هاني، احنا اشتغلنا مع بعض قبل كده لما كنا صغيرين، وهاني المفروض اصلا في لما كنا صغيرين كان هو دور البطل، وبعدين حصل الظروف وتغير وكده، وبعد كده السنه دي بقى كان حظنا الحلو ان ربنا بقى كتب لنا ان احنا نكمل التجربه للاخر. انا الحقيقي استمتعت، مش عشان هاني قاعد بس، انا استمتعت جدا بالشغل مع هاني، لانه هاني شخص هادي ومحترم ومركز جدا وفيري بروفيشنال. المفاجأة بقى انه هاني على المستوى الشخصي هو فعلا كده مع مراته، يعني هو اسمه هو بيتكلم على دايما مراته، هو راجل محترم زوج ما شاء الله، راجل هي نموذجي زي ما طلع في المسلسل يعني. نموذجي مش نموذجي. المفاجأة الأكبر بقى انه انا فعلا يعني الحمد لله، يعني انا جوزي معايا كده الحمد لله، موجود يعني الحمد قوي. عايز اقول لك بنات كتير تبعت لي ما شاء الله، احلى الحاجات اصلا العلاقه اللي بينك وبين هاني في المسلسل. لا في ازواج فعلا يعني بيبقوا كده محترمين بعض جدا، وبيبقوا متكاملين وبيسبورتوا بعض، يعني النموذج ده موجود الحقيقه في عائلات كتير طالما هم متربيين ومتعلمين كويس ولاد ناس. طبعا انت كمان اثرتي او العمل كل الحقيقه اثار قضيه مهمه جدا زي الازمه اللي تسبب فيها دكتور ما عندوش للاسف يعني قدر من الانسانيه او من المهنيه والضمير المهني يتسبب في تدمير حياه اسره، يكون سبب في ان طفل يعني ينسب الى راجل مش ابوه يعني، فدي ازمه كبيره جدا يعني، وكان واضح في مشهد المحاكمه يعني. عمري بص انا برضو يعني هستغل البرنامج عشان ارد برضو على مسج كتيره جت لي يعني. هو طبيعي واحنا في عمل فني بيتعرض لينا، فبتلاقي كل يوم الاف المسجز وناس عايزه تتناقش وبتسال ومتابعه وكده، فانا حابه ان انا ارد عليهم. اولا احنا مش بنقول، احنا بنقول ان مفيش حاجه مستحيل تحصل. اكيد طبعا في جهات رقابيه يعني بتراقب المراكز وكل حاجه، واحنا متاكدين ان ده بيحصل، بس اكيد لكل قاعده شواذ. واحنا لما جينا عرضنا المشكله دي الحقيقه احنا عرضناها برضو بشكل انه كان قصدنا يعني مثلا انت لو حطيت قانون زي ده هتحطه للست المغتصبه، في عندنا مثلا ممكن يبقى في قضايا زنا محارم في، وعلى فكره مش عندنا بس في العالم كله، في العالم طبعاً. كله فيكون ودايما الضحيه بيكون الطفل ثم الام اكيد يعني. ناس كتير بعتت لي لانه ده روح ومش روح، بس انا عايز اقول لك على حاجه، احنا في الحلقات وفي المسلسل ما عرضناش، هي كانت التركيز بتاعت جميله ان هي عدت الشهر الثالث مظبوط، بس احنا حتى قبل الشهر الثالث ممنوع الاجهاض، ممنوع
يعني هو دينيا قبل الشهر الثالث في بعض الشيوخ قالوا اوكي، بس هو حتى ده قانون ممنوع، فاهم قصدي؟ فاحنا حبينا ان احنا نناقش موضوع يعني في ستات كتير جدا انا حتى بشوف على المواقع والحاجات لما بيحصل حوادث، في بنات في الشارع بيتم اغتصابها، واللي بتتجوز وهي عندها 12 سنه، واللي بتغتصب وهي عندها 14 سنه، بيبقى في ضروره مثلا يعني لما سالت الاجهاض فتحتوا باب واسع الحقيقه من الجدل والاجتهاد كمان يعني، والناس تفكر والمجتمع يفكر في القضيه دي. فالحقيقه ليكم الحقيقه التحيه على الجرأة في الطرح يعني. هي طبعا هو يعني موضوع حساس جدا، وكلنا كنا عارفين ان هو حساس وهتبقى في ناس برضو واخداه، لانه احنا للاسف في ناس كتير قوي بتفتقد فكره النقاش واحترام وجهه نظر الاخر، ففي ناس بتبقى واخده المواضيع على اعصابها قوي. بس حلو باب فتح باب النقاش عموما، لما الناس انا لما بخش بلاقي الناس بتتناقش مع بعض على السوشيال ميديا، دي حاجه هو ده الهدف طبعا، هو ده الهدف، ومعناه ان المسلسل سمع ونجح، والف مليون مبروك، وفي انتظار عمل جديد ناجح ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. دي ربنا يخليك يا عمرو، وبمسي عليك يا ايمن انت وهاني، وحشني جدا، وحلقه كمان جدا. الله يخليك، شرفتينا ونورتينا، كل سنه وانت طيبه، والف مبروك النجمه ريهام حجاج. مسلسل الحقيقه رائع وسامع مع الناس، بدليل اللي لسه بتقوله ريهام، الجدل اللي حاصل على مساله الاجهاض، طفل للاسف جه بطريق الخطا نتيجه جرم ارتكبه شخص ما، واصبح في اب وام حياتهم او راجل وست حياتهم بتتدمر بسبب جنين مش ابنهم الطبيعي. فده ياخدني للسؤال اللي كنت بقوله، شايفين ازاي الاعمال اللي بتنزل في رمضان في الموسم والسباق الرمضاني في بوكي ورد الحقيقه ما شاء الله متنوع، هل ده بيخدم العمل ولا شويه بيقلل من اسهمه خلال فتره رمضان؟ هو عامه على حسب قوه العمل وعلى حسب الاحداث اللي بتحصل في العمل وقد ايه بتمس الناس اللي بيتفرجوا عامه، وفي برضو في بعض الاحيان اعمال بتبقى حلوه جدا بس حظ العمل نفسه ما بيبقاش حلو ان هو يتشاف جوه زحمه رمضان. فاللي توفر عندنا الحمد لله ان التوفيق من ربنا، ان الناس حبت المسلسل وان احداث المسلسل نفسها احداث شيقه جدا. يعني انا نفسي كنت لما برجع بالليل من التصوير واتفرج على حلقات بالليل، يعني احنا كنا بنصور ساعات في رمضان، لا كنت ببقى مشدود ومخضوض ساعات من الحاجات، بالذات الحاجات اللي بتعملها سوسن كنت مخضوض وانت اللي عارف اللي هيحصل امبارح. لا وفي حاجات ما كنتش بعرف، في خطوط ما كنتش بعرفها، ما كانتش لسه كملت. لا يعني في خطوط انا ما كنتش اعرفها، مش بتاعتك، مش فورك، بتخض ايه ده اللي حصل، هو ايه اللي بيحصل. وكانت مراتي زي صباح اللي هي الست المحترمه الشهيره اللي تطلع صباح، واللي هو كل شويه يسمع عنها حاجه، عيال جايين معرفش منين. خرب عليك يا سيف اللي عملته فينا ده، يعني نوع من التوعيه للناس. أيوة. يعني الست دي هربت من اهلها وجت هنا القاهره، لو كانت استمرت، شفت لما ابنها بقى عارف الحقيقه أكرم. رجع ورجع، لا ما فيش اي حاجه، الطار انتهى وما فيش مشاكل، وعنده ارض وعنده فلوس وعنده بيت. يعني الست دي لو كانت وفرت على نفسها كل الرحله الخوف دي كلها، الخوف اللي خلاها يعمل يعني كده بالظبط، الخوف خلاها تيجي القاهره وتبني حياه مزيفه لمده 35 سنه، وان يجي يعني ولاد او اطفال ويكبروا وهم فاكرين ده ابوهم الحقيقي، ثم يفاجئوا ان هم رجاله وستات وكبار واباء وامهات، ان حياتهم دي كلها تتشقلب. الراجل المحترم ده مش ابونا، والست دي ما هياش امنا الحقيقيه، او مش دي حياتها الحقيقيه او شخصها الحقيقيه. مهما كذبت الكذبه هتتكشف، الحقيقه ستظهر ان اجلا او عاجلا. ده المورال بتاع المسلسل، حتى مش مورال، ده مش المورال الاساسي يعني، لكن ده احد العناوين الرئيسيه اللي في المسلسل، ان انت لو مهما ان اجلا او عاجلا الحقيقه لابد ان تكشف. الكذب ملوش رجلين، لازم تتكشف الحقيقه في الاخر. مرة تانية ألف مبروك، وشوقتونا إن احنا إن شاء الله نستنى أعمال من النوعية الجميلة دي، الأداء المحترم السلس اللي فيه رسالة، عمل حقيقة أقدر إن أنا وأنا قاعد في البيت مع أولادي إن احنا نشوف عمل فني محترم للحياة ونستمتع بيه. حقيقة ألف مبروك ليكم جميعا يعني في كل فريق العمل. خلينا نوجه الشكر برضو للشركة المتحدة إن هي بتنوع الأعمال بتاعتها، إن هو بيبقى فيه نوع من المناقشة مع المؤلفين للموضوعات اللي بيقدموها. وخليني برضو أشكر المنتج الكبير جمال العدل طبعا، والمخرج الصديق سامح عبد العزيز، وكل فريق العمل بقى، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الديكور رامي دراج،
الاغنيه لعزيز الشافعي كانت اغنيه جميله جدا. وهاني برضو اشكره على حاجه تانية، هو بطل المسلسل وفي حاجه مهمه جدا، هو وضع الموسيقى التصويريه بتاعت المسلسل. صح. لازم نوجه له الشكر ان كانت موسيقى حلوه جدا جدا ومعبره جدا. ده حقيقي. ما دي جزئيه مهمه جدا انك انت كمان تكون مشارك في الموسيقى التصويريه. انا قلت هتطلع هتديها كده حته كده دندنه، حته وسط البلد كده على ماشي في حلقه من الحلقات ما عملتهاش. لا والله انا لما بشارك في عمل ان انا كممثل ما احبش فجاه اغني فيه، يعني دايما ده معروف عني يعني. حتى كان السنه دي مطلوب ان احنا ممكن كنا نعمل اغنيه في الاخر وكده بس ما لحقناش نخلصها. بس انا بحس ان بعد ما الناس شافتني في الدور ده او شخصيه زياد الدكتور، ان هي لما تسمعني وانا بغني بحس ان ايه ده، يعني حاجه غريبه. أي ممكن عليا انا ما جربتهاش، بس احاول اجربها مره واشوف الامباكت بتاعها عامل ازاي. بس انا عايز اشكر برضو هنا، انا عامل مشروع جديد. احنا شركه اسمها اسمع شوف، هي شركه متخصصه في انها تعمل مزيكا لاي صوره كويس قوي، وتعمل صوت لاي صوره بشكل عام يعني بشكل عام. فانا شغال معايا كذا كومبوزر، من ضمن الناس اللي كانوا شغالين معايا زمان، ودي حاجه انا فخور بيها زي بيقولوا كده بتفشخر بيها قدام كل الناس يعني. خالد الكمار كان من ضمن الناس اللي كانوا متدربين عندنا في الاستوديو اول ما فتحنا من زمان جدا. بس هو طبعا انطلق ما شاء الله ودرس بره وكمل، والحمد لله دلوقتي وفي مكان انا فخور بيه، وفخور ان هو ان احنا اتعرفنا على بعض من زمان يعني. ف والله واستاذ سامح عبد العزيز طبعا له توجيهات اللي هو هو غير ان هو برج العذراء، هو زيي بحب التفاصيل ولازم يلاقي طريقه يوصل لي بيها معلومه. يعني حتى في التمثيل هو كان من كلمه واحده وصل لي الشخصيه عامله ازاي، وانا بمثل مع ريهام، ووصل لي الشخصيه هتبقى عامله ازاي وهو قدام عبير بكلمه بالظبط. فكمان في المزيكا الذوق في المزيكا رهيب، لانك انت ممكن تكون بتمثل مشهد وانت مع سامح وفجاه تلاقي صوت مزيكا من السماعه اللي هو ساعات بيكلمنا فيها فجاه تلاقيه مشغل لك مزيكا عشان تساعدك انك تحس المشهد، تحطك فجأة في الجزء الوجداني المطلوب منك في المشهد. فهو لا عبقري. هو بيبقى عنده تفاصيل حلوه جدا وذوقه في المزيكا حلو جدا، وطريقته في توجيه الممثلين طريقه بصراحه سلسه جدا ولذيذه يعني وذكيه. دي خلطة النجاح، دي خلطة النجاح، العناصر الجيدة كل واحد في مكانه، عنصر جيد مع الإبداع مع الحب اللي أكيد اللي جوه أو ما بين فريق العمل ورا الكاميرات، أكيد ده كله بيبقى سبب للنجاح. ألف مبروك مرة تانية، وإن شاء الله متأكدين إن إحنا لسه هنشوف أكيد من هاني عادل، إن شاء الله منتظرين أعمال قريبة إن شاء الله فيها برضو نجاحات جميلة زي دي وشخصيات متنوعة زي شخصية زياد. وأكيد زمان سلامة هيتحفنا بتحفه فنيه يشدنا 30 يوم كاملين عشان نعرف احداث المسلسل اللي جاي باذن الله. كل التوفيق استاذ ايمن، نجم هادي عادل، كل التوفيق استاذ هاني، وسعدنا بوجودكم معنا الليله. شكرا جزيلا لكم. ونخرج لفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نروح للبحاره، فريق عمل مسلسل تحت الوصاية، مسلسل برضو من المسلسلات اللي نجحت وعلمت مع الناس بشكل كبير جدا في رمضان. معانا ان شاء الله فريق العمل بعد الفاصل، ارجوكم خليكم معانا. اتفضلي يا دكتورة شهير. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا طنط عبد؟ ازيك حبيبي؟ اتفضلي. بتشرب حاجة؟ لا ميرسي. بقول لك ايه؟ اللي جايه لك النهارده مش طنط، اللي جايه لك ستة مريضة قلبها موجوع من بنتها وعمايلها، مش انت برضه دكتور قلب؟ يعني بيقولوا ما تكلمها وتعقلها بقى. والله يا طنط هي كانت جايه لحضرتك وناوية اصلا. ناوية ايه؟ انا مالي يا زياد بالنية، انا ليا بالافعال. ولا هي عايزة ايه؟ عايزة تفضحنا، سيرتنا تبقى على كل لسان، تفهمني انا مش فاهمه في ايه في دماغها يا طنط. ما هي برضه معذوره يعني بعد ما اتكلمت مع الممرضه واتكلمت. انا مالي بالممرضه، وافرض حتى ان كلامها صح. الله، ما كلنا عارفين ان سالم في اواخر ايامه يا قلبي ما كانش مركز ولا واعي باللي هو بيعمله. انت ناسي لما كان يشوفك كان يقولك يا اكرم يا شريف، حتى انا كان بيعمل لي ساعات على اني اخت رحاب. لا في دي عندك فيها حق، الله يرحمه قبل ما يتوفى يعني كان حالته صعبه جدا. طيب نعمل ايه بقى؟ نصدق واحده غريبه عننا يعني؟
طب يفضل السؤال برضه، هو أم كلثوم الله يرحمه عمل كده ليه؟ يا حبيبي ما أنا قلت أوريكوا تاني العقود اللي كان بيبيع ويشتري بيها. يا حبيبي ده كان محامي، محامي شغلته تستيف الورق. أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. تقولي إن أنت هتكلمها وتعقلها، شكلها بقى وحش. أنت عارف أنا بقيت حاسة كده زي ما تكون طمعانة في نصيب إخواتها في الميراث. جميلة؟ جميلة آخر واحدة ممكن تكون طمعانة في أي حاجة أصلاً. تثبت بقى الكلام ده. أنا برضو عايزاك تبلغها من هنا ورايح العقود اللي معاها دي أنا هتعامل على إنها مش موجودة. نرجع زي ما كنا. وتوريني بقى هتعمل إيه؟ تعترض؟ ولا هترفع قضية على أمها؟ أنا حاولت، أقسم بالله حاولت، بس أنت مش عارف حصل لنا والعيال من بعد. لو كان عليا أستحمل، والله أستحمل لغاية لما أجيل، بس العيال مش هيستحمل، ياسر وفرح مش هيستحمل. نجاح كبير حققه مسلسل تحت الوصاية، أحد أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنانة منى زكي، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني السابق، والذي تطرق لقضية في غاية الأهمية، حيث ناقش قانون الوصاية على الأبناء بعد رحيل الأب. وقد أبدعت الفنانة منى زكي في أدائها المبهر للغاية، وكذلك كل القائمين على العمل الفني وتسليط الضوء على قضية تهم المجتمع، ونالت إعجاب الجمهور من خلال متابعة القصة. روعة عمرو ربيع، روعة عيد، في رئيسي في المركب، يلم لسانه، شوف لك تربة تلمك. في يا رجال، احنا مش احنا جايين برضو ناكل عيش ولا ايه؟ ودارت قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي حول حنان، وهي منى زكي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات. تبدأ الأحداث من مدينة الأسكندرية، حيث تعيش حنان وزوجها عادل الذي يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته. عادل الله يرحمه لو كان عايش وحيلته جنيه واحد كان هيصرفه على العلام عياله. عادل لما كان عايش كان ليه باب رزق مفتوح. النهارده الوضع اختلف. مش معقوله نصرف النهارده زي ما كان عادل عايش. تنقلب حياتها راسا على عقبه، وتبدا في مواجهه المشاكل التي تظهر امامها من عائله زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل الى دمياط. يا عم شعبان! يا عم شعبان! يا عم شعبان! يا اسماعيل! وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها وامتهان الصيد والعمل رئيس مركب وسط الرجال. عم عيالي ده عايز يسرق المركب، المركب اللي أخوه سايبه لعياله عشان ياكلوا عيش منه. عارف لو عادل كان عايش كان قتلك. من مصر، ياسمين جبريل. ياسين اعمل ايه يا ياسين؟ جاي معاكي. استنى بس يا حبيبي، مش هينفع. لا هينفع، مش هيبقى ابويا وامي. اسمعني يا حبيبي اسمعني، حتى لو ماما وافقت انا مش هعرف انك تيجي. لو اختك محتاجه لك انت دلوقتي هتبقى اخوها وابوها وامها، فهمني؟ رجعنا تاني مع حضراتكم. ومسلسل أنا بشكل شخصي أنا كنت بتابعه ومنحاز ليه جدا، لأن من الأعمال الحقيقة بتسعد لما تشوف عمل فني مكتمل بمعنى كلمة مكتمل، من كل العناصر اللي فيه، من القصة، من التمثيل، من الموسيقى التصويرية، من الصورة، من الناس شغالة بشكل احترافي في كل تفصيلة من التفاصيل الخاصة بالعمل الفني. مسلسل تحت الوصاية، نجمة منى زكي وكل فريق العمل، ما ينفعش أقول اسم وانسى اسم الحقيقة، ولكن الكل أبدع. الأستاذ محمد شاكر خضير المخرج، اللي كتبه
آلة دياب، شيرين دياب وخالد دياب، الشغل المحترم في التصوير والموسيقى التصويرية. أنا سامحوني لو كنت المقدمة طويلة شوية، بس الحقيقة ده بنقل إعجاب مني بشكل شخصي، وأكيد من ناس كتير جدا جدا من حضراتكم اللي اتفرجوا على المسلسل تحت الوصاية، والقصة اللي فجرها فكرة الوصاية على الأبناء القصر والمجلس الحزبي، والأمور اللي للأسف بعض المشكلات اللي السيدات بتواجهها بعد وفاة الزوج وهم بيعولوا أبنائهم. برحب بفريق العمل، عدد من النجوم اللي شاركوا في العمل الناجح ده. اسمحوا لي أبدأ بالأستاذ حمدي هيكل، ألف مبروك وحاجة عظيمة رئيس طحان يعني. الله يبارك فيك. الحمد لله. ألف مبروك لحضرتك الفنان الكبير الأستاذ محمد العظيم، ألف مبروك وحاجة رائعة كالعادة يعني. الله يبارك في حضرتك. أشكرك جدا. أشكرك يا فندم. نروح للبحرية، البحرية اللي كانوا على المركب اللي كل الناس بتقول مش ممكن الناس دي يكونوا ممثلين. الناس دول صيادين. شنهابي النجم الصاعد الواعد احمد عبد الحميد، الف مليون مبروك. تحب اقول لك يا شنهابي ولا يا احمد؟ الله يبارك فيك. اي حاجه، احنا صيادين اصلا يعني. صيادين. طيب لا ده احنا هم الناس صح. هنيجي للقصه دي. الف مبروك يا. الله يبارك فيك يا عمرو. الله يبارك. كمان علي صبحي البحريه عيد صح، الناس كانت بتقول الراجل ده مش ممكن ابدا غير ان هو يكون صياد من يومه في البرولوس اكيد يعني، او في عزبه البرج. الف مبروك. الله يبارك لك يا رب. شكرا. شكرا يا عمو. اولا حابب اعرف منكم انتوا شفتوا ازاي وجود الافعال، واسمحوا لي استاذ حمدي واستاذ محمد نبدا بالبحريه اللي عاشوا الدراما والصراع وازمه المركب واللي الناس زعلت منهم ورجعت حبتهم. شفتوا ازاي ردود افعال الناس؟ والله احنا شفنا ردود، يعني انا بالنسبه لي شفت ردود افعال ايجابيه كتير جدا جدا جدا، ودي الحاجه اللي بسطتني ان انا عرفت ان الجمهور المصري قد ايه عنده وعي وقد ايه عنده ذوق عالي في اختياره للحاجه اللي هو يتفرج عليها، في اختياره للريموت صح وهو بيحاول صح. وكان بالنسبه لي ازاي هم فهموا، ازاي هم قدروا المجهود اللي حصل في جدا في التصوير، ان هم يا جماعه انتوا كنتوا ازاي بتصوروا في البحر كده، الناس دي بازله مجهود كبير. فبسطت جدا، حسيت ان تعبنا وصل للناس. اكيد وصل للناس، وانتوا نقلتوا الصوره للناس بمعايشتكم العزرف، عايشتوها ازاي يعني؟ معلش انت عايشت ازاي تفاصيل البحريه، وكمان ان هو يكون واحنا بنتكلم انت اديت رساله فكره المخدرات، فكره شريط البرشام، فكره الكلام ده صح كده؟ انت جبت التفاصيل دي ازاي؟ الحقيقه يعني بالنسبه لمعايشه الكاركتر او الشخصيات بتاعت المسلسل ده كله كان يعني حصل قبل التصوير بفتره. الاستاذ شاكر وفريق الانتاج مشكورا يعني، رحنا قابلنا الصيادين الحقيقيين بتوع المركب وسمعنا منهم، اتكلمنا معاهم كتير، كان عندنا طبعا تساؤلات كتير جدا. والحقيقه هم كانوا ناس ظراف جدا يعني، كانوا مبسوطين ان هم بيعلموك حاجه يعني، هم واحنا كنا عندنا شغف كبير جدا انه فعلا نتعلم بجد ونشوفهم نتفرج عليهم بجد ازاي بيصطادوا، ازاي بيتحركوا، ازاي ازاي بيلبسوا، ازاي بيتعاملوا مع بعض، ازاي بيلبسوا طبعا، ازاي بيتكلموا، ازاي بيشيلوا الحاجه بتاعتهم، بيقعدوا ياكلوا ازاي على المركب يعني. بس يعني برضه استاذه ريم يعني برضه يعني عملت شغل جبار يعني علشان تطلع الكاركترات الطبيعية دي بالشكل ده صحيح. فيعني احنا كنا محظوظين جدا جدا الصراحة انه الناس كلها الكرو اللي حوالينا كله مخلص للشغلانة اللي بيعملها، وبيعملها وهو حاببنا وحابب الشغلانة. فكانت بسيطة يعني، في مجهود كبير جدا وفي تعب وكذا، ولكن في الاخر هو مثمر يعني. انبسطت لما شفتوا السوشيال ميديا بتتكلم، والسوشيال ميديا عاجبها الاداء وعاجبها الشخصيات يعني. الحمد لله رب العالمين. هنيجي على شويه تفاصيل، بس انا ليا بس سؤال عند الاستاذ محمد عبد العاصي. هو الجمبري كان جمبري ايه؟ مزارع. طحينة. ده يعني يا استاذ حمدي يعني يرضيك اللي حصل ده في الميكروفون، وهو شايف الجمبري والطاوله طالعه من المركب ويمسك الميكروفون يقول جمبري مزارع. بس هو عنده مبرر يعني، هو مش بيتكلم بدون منطق يعني، ده منطقه هو، منطق الشخصيه. ايوه
هو شايف ان انت جاي تبوظي لي قانون السوق. ايوه انت المشهد هو على الهواء يعني جاي ده جمبري مزارع يا استاذ. هو عنده منطق يعني شايف ان في قانون وفي للسوق فانت جاي تكسري القانون ده ما ينفعش انت كده هتاخدي كل البحريه علينا طب ما هيعملوا زيك لازم تبيعي لي انا التاجر الكبير وانا الوسيط بينك وبين المطاعم يعني ما فانك هتيجي تقفي وتفرشي على الرصيف ده ما ينفعش واحنا قاعدين نتشمس يبقى مزارع جمبري مزارع تعالى نسمع جمبري مزارع يلا بينا 1800 جمبري وسط 1800 1850 1850 1850 1900 1900 مين يزود 1900 حلال عليك احنا بعد كده ما نبيعش غير في المزاد يا عم ربيع ربنا يعديه على خير كنا في دماغه ليه بس؟ لو كل البحريه عملوا كده المعلمين هيقعدوا في البيت. الطاوله الثانيه يلا جمبري وسط الطاوله دي ب 1800 لا دي طاوله كبيره 1900 1900 جمبري مزارع مش الطريقه دي يا عم السيد هي الطريقه انكم تخلفوا عرفوا الشغلانه احلى جمبري مزارع هو ده مش جمبري بحر والله العظيم جمبري بحر البحر اهو وهنبيع مزارع بقول لك يا معلم انت عمرك شفت الابله دي هنا قبل كده لا ما شفتهاش غلابه تجار مزارع وجايين يسترزقوا جمبري مزارع رجع الطاوله والله العظيم جمبري بحر انت فيك لا اله الا الله جمبري بحر انت كلك مفهوميه بص عليه جمبري بحر والله اقول لك مزارع فلوس جمبري بحر جمبري بحر مزارع جمبري بحر جمبري بحر الصلاة على النبي طيب حسستنا بجد استاذ محمد انك فعلا تاجر سمك وجمبري واقف على الرصيف في الميناء ان انت بتشتغل الشغلانه دي فعلا الحقيقه احنا قعدنا مع الناس شفناهم على الرصيف هم بيشتغلوا واتكلمنا معاهم وكنا بنحاول نكلمهم بلهجتهم الدمياطي وبجانب ان كان في مصححين لهجه قعدوا معانا قبل ما نشتغل في البروفات حضرتوا قد ايه تقريبا احنا قعدنا حوالي اسبوعين قبل التصوير فيهم كام بروفا مع الاستاذ محمد شاكر خضير واتفقنا على ابعاد الشخصيه تبقى ايه وانه وانا الحقيقه ايه عايز اتشقى كده واقلب الموضوع في كوميديا هو راح حاكمني يعني كل ما اجي اقول افيه يروح ماسكني يعني انا مش عايز حد يتعاطف معايا ومش عايز يبقى دمه خفيف يعني عايزه يعني يبقى الكاركتر والحقيقه الحمد لله يعني الحقيقه الكاركتر كان مظبوط يعني الرساله وصلت التاجر اللي هو مش هيسيب جمبريات عدي من تحت ايده يعني. لما لا هو حقه اكل عيشه وكل حاجه بس ضيق عليهم وحقيقه الناس كانت متعاطفه معاهم ما انت كنت بتدي يعني دش بارد للناس يعني اللي بتتعاطف معاهم فالحقيقه الحمد عظيم. لله والناس بس لازم تفهم ان انا مش كده يعني اصل في ناس يعني انا اطيب من كده والله يا جماعه يعني لا اكيد في ناس بتبعت لي رسائل منك لله وحاجات كده لا وحرق حرق حرق المركب هنيجي عليه برضه ودورك لما لغايه لما الناس ولعت في المركب يعني لانه خلاص بدي بس ما بقتش تبيع على الرصيف دي كمان بتورد للمطاعم مظبوط ودي شغلته مظبوط فهو هو شرير هو شخص جشع يعني وعايز طبعا. يسيطر والا لو فلت منه الزمام مش هيبقى رئيس الرصيف ده كله يعني مش هتفلت من ايده الشغلانه طبعا طبعا طب. طيب اروح للاستاذ حمدي هيكل والرئيس طحان الراجل الاصيل فعلا برضو بيدي بقى صورة تانية يعني ازاي يقف مع ست مستضعفة ومالها ومال أولادها بيتاخد وبيتنهب بالشكل ده فألف مبروك يا أستاذ حمدي وكالعادة يعني من الأدوار اللي حضرتك بتطلع فيها وبيبقى ليك بصمة فيها ما شاء الله إحساسك إيه بالدور لما الورق برضو تعرض على حضرتك شفت الدور ده إزاي الله يبارك فيك أولا سعيد جدا إن أنا اشتركت في التجربة دي وسعادتي أكتر لما ابتديت اسمع انا ما شفتش المسلسل على فكره و ما شفتش المسلسل لازم اقعد اركز فيه طبعا واتفرج عليه من الاول للاخر والله ده شغل لان في وقتها او بالتحديد وقت ما كان بيتعرض انا كنت في لبنان كنت بصور وما كانش عندي وقت ان انا
تشوف التفاصيل اسافر وارجع وبعد كده اصور والحاجات دي كلها، فما لحقتش اشوف التفاصيل. ولكن من خلال المتابعات على الفيسبوك واليوتيوب والحاجات دي كنت بشوف بسم الله ما شاء الله يعني مجموعة البحارة اللي طالعين اللي الأستاذ محمد شاكر خضير هيبقى مساهم جدا في ان هو ابرز ملامح فنية جديدة عند طبعًا. مجموعة شباب وخالد كمال طبعا تحياتنا ليه طبعا مش موجود فتحياتنا طبعا لخالد كمال الشامي طبعا زروج الشامي رشد الشامي كان هايل جدا طبعًا. من خلال المشاهد اللي بعض المشاهد اللي انا شفتها على اليوتيوب للأسف انا ما شفتش العمل كاملا ولكن طبعا تأثيره انا على انا بقى بوعدك انك هتشوف هتشوف عمل رائع يعني ان شاء الله طبعا 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 اكيد. انا لمست على فكرة ان هو هيبقى عمل رائع من خلال تعاملات الأستاذ محمد شاكر مع الكرو كله، كل اللي موجودين في العمل، إنتاج تصوير عمال فنيين أي حاجة، طريقة تعامله مع الناس دي كلها هادي جدا، اللوكيشن كان هادي جدا، مواصفاته كلها نعمة مثالية قوي. وبالتالي انعكس على الشغل صحيح. طبعا اللي احنا شفناه على الشاشة هو نتيجة معاملة الأستاذ محمد شاكر مع الناس كلهم من أول أصغر حد في الكرو اللي كانوا موجودين لحد النجمة منى زكي طبعاً تحياتنا ليها. هي عندها طاقات جامدة جداً إن هي تطلع فن معتبر اللي هو ظهر على الشاشة واللي الناس حكمت عليه من غير أي دعاية بيعملها حد للمسلسل ده. طيب بمناسبة ده أستاذ محمد، شفت إزاي الهجوم اللي كان على مش المسلسل، الهجوم على البوستر صورة منى زكي، شفت ازاي الهجوم اللي كان قبل رمضان ده؟ وهل ده اثر عليكم وانتم شغالين ولا لا؟ انا والله رب دارة النافعة يعني، انا حسيت انه العكس يعني، خلي الناس قاعده تترقب تشوف المسلسل هل هو فعلا زي ما يعني هل هو فعلا زي ما الناس دي بتستنتج، خدوه في سكه تانية خالص حريه ومش يعني الموضوع مش في هنا خالص، ده بالعكس الست واحده دي ست محجبه مكافحه مطحون نموذج للست المحجبه الكويسه يعني، مش اللي هم روجوا له بس ده الحمد لله كان في صالح العمل يعني. وانه الغريبه ان ما فيش حد منهم طلع قال مثلا اعتذر ولا قال خلص. يعني ما حدش قال احنا غلطنا، ما حدش قال احنا حاجه الا من رحم ربي يعني الا من رحم ربي فعلا. في بعض الناس الحقيقه للامانه انا يعني ما شفتش حد قال لا انا اتسرعت ان انا حكمت وهاجمت المسلسل قبل ما اشوفه. من اول حلقتين كان ده من الناس العاديه لقد تسرعنا في الحكم على طب انتم ما اتضايقتوش او ما خفتوش بمعنى اصح؟ واسمح لي انا بقول يعني في تجارب تجربه مهمه ومحطه فارقه بالنسبه لكم ما شاء الله، وعرفت الجمهور بيكم بشكل صريح الحمد لله، ما قلقتوش من ده شويه يا احمد؟ انا بالنسبه لي انا دارس برودكاستنج اعلام يا عم. مظبوط، درست في مصر وفي امريكا. لا ده تمثيل. تمثيل بس انا اصلا اتخرجت من قسم اذاعه وتلفزيون من جامعه ام اس اي. تمام، فدي بالنسبه لي دي بروباجندا دعايه كده كده هتخلي الناس قاعده مستناني. انا عارف الكواليتي اللي احنا تعبانين فيه كلنا، احنا هنقدم ايه. فانا بالنسبه لي احنا دي بروباجندا هتخلي الناس كلها قاعده مستنيه، حتى لو هم عايزين يدوا اراء سلبيه او يصطادوا اخطاء وكده هم قاعدين مستنيين. انا واثق جدا بقى في الكواليتي اللي احنا هنقدمه بالظبط، فقاعد بقى انا اللي مستني اضحك عامل الناس كمين، عامل لهم كمين يعني كمين بالظبط. فهو ده كمين، تعالوا بالظبط تعالوا ايوه كتروا من ده عشان في الاخر النتيجه الحمد لله زي ما احنا شفنا الحمد لله. المعاشه، ارجع تاني شخصية شنهابي، ويا ريت لو الزملاء يحضروا لي بس المشهد للبحرية لشنهابي ولعيد، وخالد كمال كان اسمه حمدي وحمدي الرئيس حمدي لو سمحت ايوه الرئيس حمدي لو سمحت بالظبط بالظبط الرئيس حمدي. انا عايز اقف عند التفاصيل، شعرك الشعر والاصفر الهايلايت اللي انت كنت عامله الاصفر، حتى الملامح، الوش، اللبس، ارجوك احكي لي عن الشخصية دي مع ريم العدل، اشتغلتوا عليها ازاي؟ ما زي ما انت قلت يعني في جزء كبير قوي وكريدت كبير قوي يرجع لاستاذه ريم العدل، لان وانا كمان قلت لها انا معاكي في اي حاجه ويلا يلا نختلف ويلا نعمل
حاجه ما اتعملتش قبل كده. احنا اشتغلنا مع بعض كذا مره. قالت لي يلا نغير لون الشعر اللي هو اللي بيبقى سابق كده لونه مصدي شويه. عارف انت كان زمان يقول لك اكسجين. هو كان يقول لك اكسجين. معلومه احنا كنا بنعمل اكسجين فعلا يعني فعلا يعني ده شعرك ده كنت ضارب اكسجين. لا ضاربين اكسجين جدا يعني. فقلت لها يلا بينا جدا. اللبس بتاعه هو شايف نفسه مفنفن يعني وبيلبس الوان وبتاع مش شايف المنظر هو من بره مروش يعني مروش جدا بقى وهو ورا القمصان البيربل والقمصان اللي فيها الاصفر والفوسفوري والمشمر. فطبعا ده ساعد كتير جدا في ان شخصيه شنهابي تترسم يعني اهي. بص يعني لا تعالوا طب نشوف المشهد ده ونرجع تاني نتكلم مع البحريه. يلا بينا. ماشي. قال لي بعد ما جهزتي سرحة الثلاث مراكب باعوا بره وما ادوكيش حاجة. لو بيعرفوا يبيعوا ما كانوش بطلوا صيد. نفترض حسن النية. سرحوا وربنا ما كرمهمش. طب وانت تعمل ايه لو انا كلامي طلع صح والدنيا مشي؟ مشيت. قولي لي ياد يا ربيع. روح ياد يا ربيع. تعالى ياد يا ربيع. ده انت واثق فيا بقى. انا ما بعملش حاجة غير اللي انا عارفه. تنجي السيادة شنهابي يقعد فيها. حمدي مالك؟ اسمه الرئيس حمدي يالا. طب انا لا ياض ولا يالا. تشوف البحرية بتوعك اللي بيردوا على الرئيس دول. معلش يا رئيس شنهابي عديها المرة دي. بس شنهابي هو في كام رئيس في المركب؟ الرجالة لما تشقى لازم نقول لهم كلمة حلوة. كلمة حلوة ايه ده؟ عايز يتضرب بالجزمة القديمة. جزمة مين ياض يا لفتة؟ انت مالك انت يا عيد؟ ده ما يتقالوش انت مالك. قالوا انت مال اهلك. ما تجيبش سيره اهلي بدل ما امسح بيه خصمي. ايه يا رجاله؟ شاطر حد من سنك. انت يا رجاله 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 قوم كل واحد على شغله. يلا مش هتيجي تعد البراميل يا رئيسه؟ لا بس كل واحد يحطها في المكان اللي قلت عليه عشان نوزن المركب. عنك انت عبد مربيع. يا فريت المسلسل طبعا في نجوم وفي نجوم صاعدين. الحقيقه الكل بيقول الناس دي بعد المسلسل هيكونوا في مكان تاني من الشطارة ومن الأداء. علي ألف مبروك تاني. لأن شخصية عيد مع شنهابي أنتوا كمان كنتوا عاملين دويتو عظيم جدا وتفاصيله حلوة قوي. الحمد لله يعني ده توفيق كبير جدا من ربنا. وكمان يعني في تفصيلة كده أنه كل الناس اللي كانت حواليك مخلصة. إحنا أخلصنا جدا في الشغل. الاساتذه الكتاب اخلصوا جدا في رسم الشخصيات طبعاً. خالد شخصيات دياب حقيقيه دياب تقدر تقول ان انت شفت الشخصيات دي. انت شفت شبه عيد؟ انت شفت طبعا. شفت شبه عيد طبعا كتير. وحلقه الشعر دي طبعا يعني فعلاً. في الاخر يعني كل حد اشتغل في العمل ده هو ذاكر قبل الشغل قعد ذاكر. فمثلا ريم نزلت شافت عملت معاينات بكتير شافت صيادين كتير شافت صيادين من كذا منطقة مختلفة. فبقى عندها رؤية واضحة مع أستاذ محمد شاكر هم عايزين أنهي أشكال بالظبط. ومن خلال ده قدروا يختاروا الأستاذ شاكر قدر يختار الممثلين اللي هو واثق ومتأكد 100% أنه هو هيعمل الحاجة اللي هو شايفها. فده بالنسبة لي يعني ساعدني بشكل كبير جدا جدا انه الشخصية واضحة تقدر تذاكرها كويس تقدر تركز في تفاصيلها كويس. فيعني كان في تعب بس في الاخر طبعا. انت مبسوط وانت بتعمل التعب ده. بص الحقيقة لكل مجتهد نصيب. يعني حضرتك واخونا احمد عبد الحميد اشتغلتوا على نفسكم وانا عارف انك كمان اشتغلت في مسرح الشارع او عملت مسرح شارع يعني ولا زلت يعني فعلا لما الفنان يكون واخد السلم من أوله إحساسك إيه دلوقتي وتعبك إيه وإنت في مسرح الشارع وبتعرض في الشارع في وسط البلد وفي الميادين وفي المترو لما تشوف النهاردة نجاحك ده وإشادات الناس بيك؟ يعني والله بحس
بقدر قد ايه شغلانتي مهمه، يعني انه المسرح حاجه ملهمه جدا لاي حد. يعني بشوف دايما طول الوقت تحديدا مسرح الشارع، لانه حاجه مميزه جدا ان انت فجاه بتلاقي عرض مسرح فبتقف تتفرج، فرد الفعل اللي بيطلع ده بيبقى فعلا رد فعل حقيقي 100% بيور. لو طب. لو عجبك هتتسقف، لو ما عجبكش ده بالنسبه لي حاجة مهمة جدا جدا انها تحصل، وان الناس يشوفوا حاجات شبه كده. فلما لما لما دلوقتي انا مثلا بعمل افلام او مسلسلات بحس انه الناس بتشوفني قريب عشان شافوني اوريدي قبل كده في الشارع، في طول الوقت بيشوفوني في عروض في الشارع، فبيحسوا انه اه ايه ده، احنا عارفين الشكل ده، شايفينه. والله لكل مجتهد نصيب، فالحمد لله رب العالمين، ده كله كرم من ربنا يعني. ربنا ما بيضيعش تعب حد، الحمد لله، وحقيقي فنان ومخلص للفن واخدها من الشارع. النهارده ما شاء الله، النهارده لما الناس على السوشيال ميديا تقول مستحيل يكون ناس بتأدي ادوار دول، اكيد صيادين، فاكيد ده يعني تكليل للجهد ده، الحمد نجاح لله رب للجهد العالمين. ده هو كان في حد اسمه شنهابي بجد، او جبت اسم شنهابي ده منين؟ والله يعني هو استاذ خالد دياب طبعا، هو واستاذ شيرين دياب هم اللي نقوا الاسم ده. انا نفسي اول ما شفت شنهابي اكيد ده مش اسمه الحقيقي، بس اكيد في حد اسمه شنهابي. هو هم من الكتاب يعني انا مش اول مره اشتغل معاهم، انا عملت معاهم اشتباك وطايع. هم بيستلهموا شخصياتهم من الحقيقه، من الناس هم شافوهم بجد دايما، يعني الحاجات حقيقيه. انت برضو استاذ محمد عبد العظيم اشتغل معاهم كذا عمل وعارف يعني. فهو اكيد في شنهابي، وحتى لو ما اسموش شنهابي فهو اكيد في شنهابي، ده اكيد في شخصيه شنهابي، الشخصيه اللي عندها داء وحش وفي نفس الوقت عندها جدعنه صح، وعنده عزه نفس صح، وفي نفس الوقت يعني انتوا بعد كده يعني اثبتوا ووقفتوا معاه وقفه صح، ودفعتوا عن المركب، وحاجه الحقيقه عظيمه جدا. ودول ان الفن المصري والقوه الناعمه في مصر ما شاء الله ولاده ومتجدده، والمواهب في البلد دي لا تنضب ابدا اساسا. بس حضراتكم اخرج لفاصل، ولسه محتاج اتكلم على العمل، او ان انا اكون جزء من عمل في قضيه، والقضيه دي قد تكون سبب في إعادة قانون أو إعادة النظر في قانون. ده بيمثل إيه بالنسبة للمبدع أو للفنان؟ ده هعرفه من حركم إن شاء الله بعد الفاصل. أرجوكم خليكم معنا. خير يا رجالة، في فرح ولا إيه؟ بالصلاة على النبي، كده من غير نوى شريط تنزلوا وتسيبوا المركب. فين الرئيسة اللي معاكم؟ رئيسة إيه؟ رئيس المركب دي الرئيس حمدي. كدابين، بتسرح معاكم. لو رجلك خطت جوه المركب هقطعها لك. ينفع الكلام ده يا ريس؟ ارجع دلوقتي. هو مش عيب يا رجاله اي حد يقول لكم اي حاجه كده تصدقوه؟ ولو بتقولوا الحقيقه خايفين نطلع المركب ليه؟ انزل يا معلم سيد. بيكذبوا. هتقطع رجلنا كمان؟ انا هفتش المركب، طلع الكلام صح حسبنا معاها ومعاكم، طلع غلط حسبنا مع اللي سخن المينا. أنا الست اللي معاهم. انتوا بقى مين؟ انتوا مين عشان تتلموا كده وتنصبوا لي محكمة؟ وكمان بتتكلمي؟ ده انت بيك حقاوي. بيك ليه؟ مركبي وعايز اشغله عشان أكل عيالي. محدش قال لك إن الحرم عندنا ما بتسرحش على مراكب؟ الحرم عندنا متعززين، ما بيسرحوش البحر. والله أنا جربت أديه لحد يشغلهولي وكان بيسرقني. يرضيكوا يعني اتفرج عليه وهو بيسرقني؟ لا، المفروض تباتي مع الرجاله في البحر بالايام. ما تلم لسانك. الم لساني؟ ده انت بيجي حقوي يا اخي، كل العزبه عارفه انك بتاع حريم وممسوك معاها قدام الرجاله كلها، وبتقول لي الم لساني. اقسم بالله العظيم وحياه ولادي ان انا ببات في اوضه واقفل على نفسي، ولا في دور والرجاله في دور. الرئيسه اشرف منك يا معلم سعيد. حصل خير يا رجاله، ويا ريت بلاش كلام في الاعراض اكتر من كده، الله يكرمكم. هي خلاص عرفت اصول الشغل هنا، وهتسيب المركب وترجع بيتها معززه مكرمه، وان كان على مين اللي يشغل المركب فيحلها الحلال. هي يا صالح مكسوف تتكلم في شرفي معاهم؟ انتوا عارفين ده مين؟ عارفين مين اللي مقومكوا ده مين؟ عم عيالي. شفتوا اوطى من كده؟ بلاش غلط يا مرات اخويا، خليها تعدي على خير. عم عيالي ده عايز يسرق المركب، المركب اللي اخوه سايبه لعياله عشان ياكلوا عيش منه. عارف لو عادل كان عايش كان قتلك. طب
خلاص يا رجاله حصل خير، كل واحد يروح لحاله، مشكله عائليه وبنحلها. طب واحنا مالنا احنا؟ المركب دي نكسه يا رجاله، ولو فضل على الرصيف يوم واحد معناه اننا بنسرح النسوان. لو تقبلوا على نفسكم الكلام ده انتوا حرين، انا ما اقبلوش. هك الجاز يا رجاله. يا معلم احنا ما اتفقناش على كده. طيب الشغل استاذ حمدي الطحان، استاذ حمدي الطحان استاذ كان الرئيس طحان، لما تشتغل في عمل وانت شايف ان الخط الدرامي ده انا هناقش قضيه، القضيه دي هتستحوذ على الراي العام، قد يكون مطالبات بتعديل قوانين او بتشريعات، هل العمل ده استاذ حمدي بيضعك تحت ضغط مثلا في الدور اللي هتاديه؟ هو عموما دي وظيفة الفن على فكرة، وظيفة الدراما بالتحديد، يعني السيناريو السكريبت بيقول ايه، بيناقش اين انهي قضية، خلاص المفروض انه بيناقش قضية مجتمعية، حاجة حاصلة في المجتمع مظبوط وليها تأثيرها على المجتمع. لازم طبعا اكون امين قوي وانا بناقش قضية تخص المجتمع تمام هتأثر عليه سلبا او ايجابا. دي لازم اكون سعيد قوي وانا شغال في عمل بيناقش مواضيعي انا كعضو في المجتمع ده. مظبوط. لازم الدراما لازم عموما يعني تبقى بالمنظر ده. ان هي تساهم مش بس التسليه ايجابي، لا 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 بتضيع وقت زي ما الناس بتعتقد، انما يكون في قضيه في الموضوع طبعاً. وليها دور ايجابي طبعا 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 طبعا, طبعاً, طبعاً. يعني ده شغله الدراما، يعني اللي هو بينقل لي احداث الشارع وما شكله طبعا، وبتكون مش مجرد نقل المشكله، لا بالعكس يمكن تكون السيناريست او المخرج او اي حد شغال في اي عمل درامي لازم يكون قاب قوسين ام ادنى من ان هو يوجد لي الحل خلاص، او طبعاً. يديني خط يدي بس نور على المشكله، على الحل الحل ممكن يحل من هنا والمجتمع يتعامل معاه، والمجتمع صحيح. بعد كده يتناقش فيها ويحلها. دي وظيفه الفن بشكل اساسي، يعني أكيد. مش مجرد طبعاً. فرجه وخلاص طبعاً. يعني طبعا مشكله زي مشكله الوصايه، واكيد كل واحد فينا في دايره معارفه في اسرته شاف معاناه امهات عشان المجلس الحزبي وفلوس الولاد، ولو في وصايه مع الجد ولا العم ولا شاف القضيه زي دي والتفاعلات اللي حصلت بعدها يا استاذ محمد، سواء في البرلمان وعدد من النواب تقدموا بافكار او بمشاريع قوانين او مداولات ان يتم النظر مره تانية في الاحكام او القوانين اللي بتحكم مساله الوصايه على اموال الاطفال القصر، شايف القضيه دي ازاي؟ والله انا يعني انا مبسوط ان المسلسل رمى طوبه كده في المياه الراكده فحرك الدنيا. اذا كانت الناس التفتت وخدت بالها ان ده ظالم ومكحف لامهات كتير وبيضيع حقوقهم وبيخليهم تحت رحمه حد، صحيح هو الجد ولا العم بس عمره ما هيبقى احن من الام، يعني ما اعتقدش في ام هتاخد ورث ابنها تبدده يعني. طب وما بتقس ده على الجد ولا العم ليه؟ طب ما هو ممكن يعمل كده. بالمناسبه انا اسف لحضرتك، يعني تصديقا لده ان الجارديان نفسها صحيفه الجارديان البريطانيه اتكلمت عن المسلسل واتكلمت عن هذه القضيه ان يكون جد او عم قد يكون غير امين على مال الاطفال هو اللي يدير، والام تحرم من ان هي تدبر شؤون ولادها. صحيح، يعني ايش ضمني ان الجد او العم برضو مش هيبقوا ناس غير امنه على ورث اليتيم يعني وانا افضل انها الام، يعني مفيش حد احد من الام. ممكن يبقى في حالات مش كويسه بس يعني دي دول شواذ عن القاعده، لكن القاعده طبيعة الاساسيه طبيعه الاشياء الام طب طبعا الام هي في المحكمه بتقول لهم انا عارفه لما بياكل ملوخيه ايه اللي بيحصل له والبنت مش يعني حاجه تقطع القلب فعلا نموذج لكل ام، يعني مشهد بديع المشهد. نجمه منى زكي تحياتنا ليها على الدور ده، كانت الرئيسه ليلى الرئيسه ليلى ذكرياتكم ايه بقى؟ احكي لي شويه كواليس، كل شويه كواليس كده مع الرئيسه ليلى شنهاب. والله يعني الكواليس كلها كانت حلوه قوي قوي، يعني
احنا عشنا مع بعض بجد كلنا، انا وعلي وخالد واستاذ رشدي الشامي واستاذه منى زكي حتى الكرو، احنا كنا عايشين الحياه. فكره ان احنا قاعدين في البحر مع بعض دي كانت حاجه على قد ما هي مرهقه على قد ما هي كانت ممتعه جدا جدا. والحقيقه استاذه منى هي فاقت توقعاتي في الجمال يعني، وده انا بقوله دايما يعني، ازاي هي صادقه كده، ازاي هي مخلصه في شغلها ومخلصه لزمايلها في الشغل يعني، وازاي بتتعامل معانا كزمايلها بجد. شفنا صور في الكواليس الحقيقه رائعه ما بينكم، هي هي يعني فيها كل حاجه حلوه يعني بجد. مش يعني اصطدتوا؟ اصطدنا بجد يعني بجد يعني. احنا كنا بنستفتح اليوم كده نرمي الشبك نرمي الشبك في اول مشهد ونيجي نصور ونيجي نلم الشبك فعلا والله، ونشوف ربنا بعت لنا ايه يعني. كنتوا بتصطادوا اثناء التصوير؟ بنصطاد حقيقي. صحيح. ودي كانت اكتر حاجه ممتعه. كنتوا بتبيعوا عند الحاج سيد برضو ولا كنا بنخبيه منه؟ بس كان ممتع جدا فكره ان احنا بنشوف يعني بيبقى عندنا الاحساس بتاع الصياد اللي هو مش عارف ربنا هيبعت له ايه اخر اليوم. رزق البحر. شوف الرزق كان يجي لنا ساعات كتير وكان والله يجي لنا ساعات مش كتير. احنا اصطادنا كميات كبيره جدا، وساعات كان يبقى الطرحه قليله شويه. فكان احساس ممتع جدا طبعًا. ان انت عايش التجربه دي طبعًا. وده اللي انا بحبه في مهنتنا، ان احنا بنعيش حياه ناس كتير قوي احنا ما عندناش الفرصه ان ما احنا ما تحكلكش عن البحريه عن الصيادين، لكن انتوا عشتوا وعشت الصيادين. طلعتوا جمبري فراوله ولا؟ انا اول مره كنت اعرف والناس تسمع عن حاجه اسمها الجمبري الفراوله دي. صح، اول مره تسمع عن جمبري الفراوله. ده احسن انواع الجمبري يعني. فعلا؟ وغالي جدا جدا، واللي انا عرفته عنه ان هو مش مضر يعني، كوليسترول فيه قليل جدا. وبيتصدر دايما لبره، وهو اغلى انواع الجمبري يعني. قال الكيلو بس احنا ما دوقناهوش. احنا ما دوقتوش؟ لا ما دوقناهوش الجمبري. مش عارف يعني طلعته اتحرق في الشبكه خلاص بقى للاسف اتحرق. الدور ده قول لي اضاف لك ايه يعني كمان الفتره الجايه؟ انت شايف نفسك فين زي ما بيقولوا بتوع الاتش ار او الموارد البشريه، شايف نفسك فين بعد الدور ده؟ والله انا ما يعني بصراحه يعني بحس انه ان انا احسن ان انا امشي كده واتبسط والعب وادور واتعلم واكتشف واعرف ايه اللي بيحصل. ما بتحبش احط توقعات يعني طول الوقت. انا اكتر يعني ببقى مستريح اكتر لو انا مش عارف ايه اللي هيحصل، لان ده بيديني فرصه اتفاجئ واشوف رد فعلي عامل ازاي واشوف انا مبسوط ولا لا. فما بحبش اكتر ان انا اعمل اي توقعات على اي حاجه. اكتر اشاده اتبسطت بيها قوي بعد المسلسل كانت من مين؟ صراحة اكتر حاجة اثرت فيا جدا هي كلمة احنا فخورين بيك، او يعني دي مين اللي قالها او كتبها او قالها لك؟ الحقيقة يعني اصحابي المقربين، وحتى ناس كتيرة متابعاني من زمان جدا من مسرح الشارع. في الوسط الفني مين كلمك قال لك شخصية عيد حلوة قوي برافو عليك؟ اول حد طبعا استاذ شاكر على طول. شاكر. اول حد قال لي انا فخور بيك جدا يا علي، ودي كانت بالنسبة لي يعني انا كنت طول الوقت يعني طول لغاية ما المسلسل بقى بيتعرض انا على اعصابي جدا ومش متأكد ان انا الشخصية هتتحب، مع ان كل الناس زمايلي كانوا بيأكدوا لي انه الشخصية جميلة وانك تمام. بس انا طول الوقت ما كنتش مصدق انه ده هيحصل، فكنت قاعد على اعصابي جدا لغايه الرساله دي ما جت. فانا كده خلاص بقى يعني خلاص. سبت كل مشاعري وتمام انا مبسوط يا جماعه وكده. استاهل كل طبعا. استاذه ريهام عبد الغفور كلمتني مكالمه شديده الجمال وشديده يعني اللي هو يعني إنسانة جميلة جدا 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 برضو أثرت فيا جدا، ويعني اللي هو أنت بتصحى من النوم على صوت أستاذ إرهام بتشكرك وبتقول لك قد إيه أنت كويس وكذا. فكان بالنسبة لي ده كرم كبير جدا جدا من ربنا أكتر ما كنت أتوقع. تستاهل كل خير، تستاهل كل مجتهد نصيب. الحمد طيب لله. شنهابي، وأنا عمال أقول لك شنهابي والله أعذرني بقى عمال أقول لك شنهابي والله رأي الشنهابي يعني يعني برضو الإشادة أحسن إشادة أو أقربها ليك أو أكترها سعادة ليك كانت من مين؟ من والدي. طبعا الأسرة يعني. من والدي ووالدتي وأختي. لأن أنا دول أكتر ناس بقلق من رأيهم،
عشان هم عايشين معايا. اه طبعا وهم كمان يعتبروا من اهل الفن بالزبط. من الناس الخبراء في المجال يعني. لا وقاسيين في ارائهم يعني الفنيه. فانا بستنى رايهم جدا جدا لان هم اكتر ناس قريبين مني وعايشيني وهم اللي مربييني. فلما هم اشادوا بالشغل بسطت جدا لان هم حسسوني قد ايه ان الموضوع طلع مختلف وبعيد عن الشخصيه بتاعتي تماما. وطبعا عشان مش عايز انسى حد ولا اقلل من 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 راي حد كل الكلام اللي جالي زي ما علي قال فكره ان حد يحسسك قد ايه فخور بيك اصدقائك في المدرسه اصدقائك في الوسط زمايلك اساتذتك حتى زمايلي في الشغلانه يعني احنا علي لما يجي يقول لي حاجه حلوه خالد كل زمايلي أستاذة منى أستاذ شاكر دي حاجة بتبسطني جدا طبعًا. وكمان أنا كنت فخور طبعًا. جدا بيهم كلهم طبعًا. يعني علي بجد أنا كنت ببقى شغال معاه اللي هو يا ابني أنت إزاي كده ما شاء الله عليك يعني ما شاء الله كلهم بصراحة. بس أنا بالنسبة لي كل حد خد من وقته ثانية أو عشان بس يقول لي انت كويس انا بالنسبه لي دي حاجه كبيره قوي قوي عندي ما شاء الله. واتمنى ربنا يديمها علينا نعمه يعني ان شاء الله باذن الله موفقين ومن نجاح لنجاح وكل رمضان كده يبقى فيه بصمه. بشكرك مره ثانيه احمد الحميد شكرا جزيلا على الصبح شكرا جزيلا شرفتونا استاذ محمد عبد العظيم الف مبروك كالعاده حق سيد يعني الله يبارك في حضرتك الف مبروك استاذ محمد شرفتنا الاستاذ حمدي هيكل شرفتنا ونورتنا والف مبروك وعقبال كل سنه الله يبارك فيك شكرا جزيلا لحضراتكم كل الشكر لكل فريق عمل المسلسل تحت الوصايه شكرا جزيلا ليهم شكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام وتصبحوا على خير الى اللقاء.